السكرين؟ شايفين البرزنتيشن يا ولاد؟ ايوه يا دكتور. تمام. يبقى الحاجات اللي هتظهر عندي الريديلوسنت، الريديلوسنت ديت اللي المفروض الحاجات اللي هتابير دارك بسبب ايه؟ لاك اوف ايه؟ اوف دنسيتي. ايه هي الحاجات اللي هي اكتر حاجه واشهر حاجه عندنا بتظهر بلاك؟ هي الاير سبيسز. اوكي، طيب الحاجات اللي هي ريدي اوبيك اللي هي طبعا دنسيتي بتاعتها عاليه جدا، زي هتظهر لي شكلها ايه؟ هتظهر لي على الفيلم لونها وايت. اوكي، طيب ليه بقى يا دكاتره؟ لان المفروض ان الحاجات اللي هي الدنسيتي بتاعتها عاليه بتبتدي تعمل ايه؟ بتبتدي تعمل ريزيستنس للباسج اوف اكس راي. الاكس راي بتبتدي يعمل لها ريزيستنس، ولو هي الدنسيتي بتاعتها مودريت بتبتدي تعمل ابسوربشنز لشويه منها وريفليكشنز او ريزيستنس للاذر ايه؟ اكس راي بي. يعني ببساطه كده الحاجات اللي هي ريديوسنت هتظهر بلاك لان الدنسيتي بتاعتها قليله. المفروض الحاجات اللي الدنسيتي بتاعتها قليله هتبتدي تعمل باسج او هتعمل بيرميشن للاكس راي او بنتريشن للاكس راي. الاكس راي هتعدي من ايه؟ من خلالها، زي مين؟ زي الاير بارتكل، وهتظهر على الفيلم صوت. الحاجات الريدي اوبيك، الحاجات اللي هي وايت، تمام كده، لان الدنسيتي بتاعتها بتبقى فيري ثيك او دنس، بتمنع البنتريشنز بتاع مين؟ البنتريشنز بتاع الاكس راي. اوكي، بتبتدي تعمل ريزيست اور بيرميت البنتريشنز اوف اكس راي. طيب زي ايه هي الحاجات الريدي اوبيك؟ الحاجات الريدي اوبيك دي زي الانامل، زي الدنتين، زي البون، زي الميتال ريستوريشن. تمام كده؟ فاهمين اول جزء؟ علشان ابتدي الراديوجراف عندي يبقى دايجنوستيك راديوجراف، او اقدر اطلع منه ريدنج او اوصل منه لدايجنوز واقدر اكتب ريبورت، لازم يكون في شويه ريكوايرمنتس او ايديال ريكوايرمنتس لازم تبقى الدايجنوستيك. من ضمنها ان انا ابتدي يبقى عندي حاجه اسمها بروبر دنسيتي اند كونتراست للفيلم. يبقى الفيلم اللي عندي او الراديوجراف اللي عندي الدنسيتي بتاعته تبقى بروبر كويسه، والكونتراست بتاعه يا دكاتره ايه؟ كويس. هنعرف يعني ايه دلوقتي دنسيتي وكونتراست. اوكي، ايه كمان؟ لازم يكون شارب اوت لاين، ولازم كمان الدايمنشنز بتاعته تبقى نفس الدايمنشنز بتاعت الاوبجكتيف راديوجراف. اوكي، نفس الدايمنشن بتاعت السنه اللي انا مصوره. يبقى عشان كده، عشان كده من الحاجات دي كلها اقدر اوصل لمين؟ لايديال انفورميشن اور دايجنوستيك. ايه؟ ابتدي اقدر من الراديوجراف ده ابتدي اعمل دايجنوستيك. يبقى لازم يكون الكونتراست والدنسيتي بتاعته كويسين، لازم يكون عندي شاربنس في الفيلم، ولازم الدايمنشنز بتاعته نفس الدايمنشنز اللي انا ايه؟ بتاعت السنه اللي انا مصوراه. حد عنده مشكله؟ طيب هنيجي نتكلم عن الحاجات اللي بتبقى موجوده اللي انا قلت لكم عليها الدنسيتي وكونتراست. هبتدي نتكلم اول حاجه عن حاجه اسمها الفيجوال كاركترستيك. يبقى اول حاجه في الايمج كاركترستيك حاجات فيجوال كاركترستيك، الحاجات اللي انا عشان ابتدي اشوف بيها الراديوجراف واقدر افرق بين الايه؟ النورمال والابنورمال ستراكشر. ايه هي الفيجوال كاركترستيك دي يا دكاتره؟ لازم ابتدي اشوف الاناتوميكال لاند مارك او الاناتوميكال ستراكشرز اللي موجوده على الراديوجراف. اوكي؟ طيب ولازم كمان هبتدي اقسم الفيجوال كاركترستيك او الفوتوغرافيك بروبرتيز الى مين؟ الحاجات اللي انا اقدر اشوفها وهتاثر لي على الفيزابيلتي للستركتشر النورمال اللي هو الاناتوميك ستركتشرز والستركتشر الابنورمال، الى حاجات ريليتد للدنسيتي وحاجات ريليتد للكونتراست. يبقى اللي بيأثر على الفيزابيلتي بتاعت الايمج ان انا اقدر اشوف ان انا احدد ان دوت اناتوميكال لاند مارك، وان دوت باثولوجيكال ليجنز، وان ده الروت بتاعت السنه، وان دي الانامل ودي الدنتين، دي بقول عليها مين؟ بقول عليها فيجوال كاركترستيك. طيب الفيجوال كاركترستيك دي بتعتمد على مين ومين؟ بتعتمد اول حاجه على الدنسيتي، وتاني حاجه بتعتمد على الكونتراست. طيب نيجي نتكلم، يبقى احنا قلنا تاني الكلام ان الفيجوال كاركترستيك اوف راديوجرافيكال هم مين؟ هم حاجتين، دنسيتي وكونتراست. اهوت يا دكاتره، لو انا بصيت مثلا عن الاول فيلم اللي هو الفيلم الاسود ده دارك فيلم. اوكي، طيب على عكسه اللي هو الايه؟ الفيلم الابيض الفاتح خالص خالص ده لايت. ايه؟ لايت فيلم. لكن انا الفيلم بتاعي المفروض الكونتراست بتاعه يبقى مين؟ يبقى رينجنج من الوايت والايه؟ الدارك. تمام؟
تمام. البرزنتيشنز بس مش كله هنا. تمام. طيب يبقى نتكلم عن الراديوجرافيك دينستي. اقدر اقول ليها ديفينيشنز. ايوه الدينستي بتاعت الراديوجراف هي عباره عن ايه؟ عباره عن الديجري اوف داركنينج اوف ان اكسبوزد اكس راي فيلم. يبقى الديجري اوف داركنينج او الديجري اوف داركنس اقدر اقول عليه دينستي. اوكي دينستي يعني ايه؟ رينجنج من الاول الوايت لحد مين؟ البلاك. يبقى ايه هي الدينستي؟ الديجري اوف داركنينج. اوكي رينجنج من الوايت لحد مين؟ لحد البلاك. زي ما احنا يا دكاتره اهو هنشوف الفيلم، كل الفيلم اهوت في عندي مين؟ الديفرنت ديجري من اول الابيض لحد مين؟ الاسود. دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها دينستي. اوكي طيب احنا قلنا حسب الدينستي بتاعته في عندي حاجات بشوفها ريديوسنت وعندي حاجات بشوفها ريديوبين. طيب ايه هي الحاجات اللي بشوفها ريديوسنت؟ اللي هي المفروض السوفت تيشوز، الاير سبيسز، اوكي البالب تيشو لان هو سوفت، اوكي وعندي المنتال فورامين لانه جواه ماشي المنتال نيرف، والمنتال نيرف ده برضو ايه؟ سوفت ستراكشر. اوكي طيب ايه هي الحاجات اللي هيشوفها ريدي اوبيك او بتبان وايت؟ اللي هي مثلا لو انا عندي ريستوريشن، الانامل، الامالجام ريستوريشن وسيمنت بيز، اوكي والبون. تمام كده. طيب هل في عندي influencing factors بتأثر على الدنسي بتاعت الفيلم؟ إن أنا شايفة حاجات مختلفة بديجريز مختلفة من بداية الأبيض لحد الأسود بدرجات المختلفة؟ قال لي آه في عندي حاجات بتأثر على الإيه؟ الدنسي زي إيه؟ الكيلو فولتج بيك اللي هي بتاعت الماشين، أوكي؟ السبجكت سيكنس والسبجكت دنسي، أوكي؟ طيب هل في عندي حاجة اسمها controlling factor؟ controlling factors دي الحاجات اللي أنا بقدر أتحكم فيها زي مين؟ زي الملي أمبير والإكسبوجر تايم. يبقى الانفلونسنج فاكتور دي يا دكاترة هي فاكتورز بتأثر لي على مين؟ على الإيه؟ الدنستي بتاعة الفيلم، أوكي؟ طيب وما أقدرش أتحكم فيها، يعني subject thickness و subject density دي أنا ما أقدرش أتحكم فيها، عشان كده سميتها influencing factors، يعني عوامل مؤثرة. طيب العوامل اللي انا اقدر اتحكم فيها الكنترولنج فاكتورز اللي هي الملي امبير والاكسبوجر ايه؟ طيب هنيجي نتكلم عن واحده واحده. هنبتدي نتكلم عن الكيلو فولتج. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا كل ما زودت الكيلو فولتجز بتاعه الماشين كل ما زودت الانرجي اللي طالعه لي على الراديوجراف، كل ما زادت الانرجي كل ما الفيلم بقى ايه؟ بيظهر مور دارك. يبقى الكيلو فولتج ايه هو علاقته بالدنستي؟ بيقول ان انا كل ما ازود الكيلو فولتج كل ما هزود كميه الاكس راي اللي طالعه لي او الانرجي اوريها اكس راي بانرجي عاليه جدا هاير انرجي اكس راي كل ما الفيلم هيبتدي يبقى ايه؟ غامق واسود هيظهر دارك. حد عنده مشكله في اللي انا بقوله؟ فاهمين كده يا ولاد؟ ايوه تمام. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن الـ definition of density، قلنا ان هي عباره عن الـ degree of darkness، اوكي؟ نسبه الايه؟ الغمقان بتاعه الفيلم. في عندي influencing factor بتتحكم في الـ density؟ قال لي اه، اول حاجه هو الكيلو فولتج. لو انا زودت الكيلو فولتج هيطلع لي اكس راي عندها انرجي عاليه جدا، هتبتدي تعمل اكسبوجر للفيلم، الفيلم عندي هيبقان اسود. طيب كمان تاني فاكتورز عندي من الانفلونسنج فاكتورز هو مين؟ السبجكت ثيكنس. يعني ايه السبجكت ثيكنس؟ لو بقول لي ان انا كل ما زودت الثيكنس اوف سبجكت، اوكي كل ما الايمجز عندي بقت ايه؟ المفروض هتيجي تعدي فيها الاكس راي هتبتدي يحصل لها مين؟ هيبتدي يحصل لها ريزيستنس، اوكي او يحصل لها اتنيويشن. كلمه اتنيويشن يعني ستوبج، هتقف. يبقى كل ما كان الاوبجكت بتاعي كان ثيك كل ما كانت الاكس راي بيم حصل فيها ستوبنج، اوكي؟ كل ما الفيلم ابتدى يبقى عندي مين؟ يظهر لايتر. يبقى الثيكنس بتاعه الاوبجكت بيبتدي كل ما زاد الثيكنس كل ما الفيلم ابتدى يبقى ايه؟ اظهر، بيبقى لايتر، اوكي؟ بيبقى لايتر. يعني مثلا هنا الثيكنس بتاعي عندي قد ايه؟ المفروض الثيكنس بتاعي بتاعه الاوبجكت كل الحته دي كل المكان ده
لما ابتدي اصوره على الفيلم هيظهر ايه الحاجات اللي هي الاسود دي، هي تبريزنت تو ستراكشرز يا دكتور. لو هي السيكنس بتاعي اللي هيعدي فيه الاكس رايز كان كبير جدا هيظهر الفيلم ايه قليل، وكل ما كان السيكنس بتاعه الاوبجكت او سمك الاوبجكت كان صغنن هيبتدي يظهر الفيلم ايه، يظهر الفيلم دارك. تمام. طيب ايه كمان؟ السبجكت دنسيتي، اوكي، غير السيكنس، غير تخنه، غير السمك بتاعه، يختلف عن الكومبوننت بتاعته اللي جوه. الكومبوننت بتاعته اللي جوه بتاعه السبجكت دي بقول عليها دنسيتي. المصل بتختلف عن الايه البو. هما ممكن لو انا ثبتت السيكنس بتاع المصل وبتاع البون هقول لك لا، ان انا عندي البنتريشنز باور اللي بتعدي في المصل بتعدي اكتر، والريز بتطلع من الناحيه الثانيه بتعدي بتبتدي تدخل جواه، اوكي، في حين ان البون نفسه مش بيبتدي يعمل فورميشنز لمين؟ للاكس راي، اوكي. يبقى انا كده المفروض كل ما كان عندي الدنسيتي بتاعه الاوبجكت زادت، اوكي، كل ما الفيلم هيبقى ايه، الحاجه هتظهر راديو بيك ولا راديو ليوسنت، سودا ولا بيضه؟ بيضه، هتظهر بيضه، لان انا قلت لكم ان الحاجات اللي هي دنس او ان اللي هي عندها الدنسيتي بتاعتها عاليه زي البون زي الامالجام ريستوريشنز زي الحاجات دي كلها بتعمل ريزيستنس لمين؟ للاكس راي، اوكي، ما بتعديش منها، ما بتعملهاش بنتريشنز عشان تعمل اكسبوجر للفيلم، فبتفضل ايه لونها ابيض. لكن الحاجات اللي الدنسيتي بتاعتها قليله زي الماسل زي بديفرنت بقى ايه اختلاف الدنسيتي زي ماسل تختلف عن الدنسيتي اوف اير، هتبتدي تديني ايه من رينجنج من اول البلاك لحد مين الجراي واللايت جراي والدارك جراي حسب الدنسيتي ايه بتاعتها. لان الحاجات دي يا دكاتره المفروض ان هي بتبتدي تعمل ايه، تبتدي تعمل ابسوربشن وكمان تبتدي تعمل لها ايه ريفليكشن على الاذر سايد، تعمل اكسبوجر لمين الفيلم. طيب فانا عندي ادي هو فيلم من الراديوجراف بتاع ده ايه ده، لو انا قلت لكم نوع من نوع الراديوجراف ده بايت ايه، بايت وينج راديوجراف يا دكاتره، باين لي ايه، باين لي الكراون وجزء من الروت. هنبتدي نعمل ريفيجنز اهو لمين، للابر تيس واللور تيس. يبقى الفيلم اللي بشوف عليه الكراون وبارت من الروت وابر تيس ولور تيس في نفس الفيلم بسميه بايت وينج راديوجراف. يبقى ده فيرستلي ان هو بايت وينج راديوجراف. عندي ايه يا دكاتره؟ عندي حاجات باينه دارك ريديوسد اللي هي يا دكاتره عباره عن ايه؟ اللي هي المكان ده اصلا بتاع مين؟ الجينجفال ايه؟ تيشو. تمام؟ طيب وعندي حاجات باينالي جدا 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 لونها مور ريديوبيك اللي هي الريستوريشنز، اوكي؟ ليه يا دكاتره الريستوريشنز؟ لان الريستوريشنز عندها مين؟ عندها هاي اوبجكت دنسيتي، الدنسيتي بتاعت الاوبجكت بتاعتها ايه؟ عاليه جدا. يبقى الفاكتورز اللي بتتحكم لي في الدنسيتي او ان انا يبقى عندي ديجري اوف داركنس اوف فيلم، الكيلو فولتج كل ما زودته كل ما زادت الانرجي كل ما الفيلم ابتدى يبقى دارك. ايه كمان تاني حاجه؟ السبجكت دنسيتي، كل ما كان السبجكت عندي الدنسيتي بتاعته كانت عاليه كل ما الفيلم ابتدى يبقى ايه لايتر زي الايه الامالجام ريستوريشن، اوكي. طيب وايه كمان؟ السبجكت سيكنس. السبجكت سيكنس كل ما زاد السيكنس بتاعه السبجكت كل ما كان السبجكت مين لايتر. يبقى السيكنس والاوبجكت دنسيتي الاثنين دول بيخلوا لي كل ما زادوا كل ما الفيلم يبان عندي ابيض، في حين ان الكيلو فولتج كل ما زاد كل ما الفيلم ابتدى يبقى عندي ايه اسود. تمام كده؟ هيا يا ولاد نمتوا مني؟ لا ما حضرتك معايا. طيب حد فاهم اللي انا بقوله؟ ايوه جدا. طيب الحمد لله. يعني اول حاجه خالص الحاجات اللي بتخلي الفيلم يبقى ابيض كل ما الاوبجكت بتاعي سكن زاد كل ما الايه؟ ما الدنسيتي بتاعتي زاد. ايه هي اللي هتخلي الفيلم عندي يظهر اسود؟ كل ما زودت الكيلو فولتج بتاعت مين؟ الماشين. طلع لي اكس راي بانرجي عاليه جدا سودت لي او غمقت لي ايه الفيلم. تمام. اهي تمام كده.
فين يا اسطى؟ دخلت على التيم عادي يا ابني. ما اهي قدامك اهي العلامه. هو دخلت على التيم يا ابني اخر واحد. ايوه اللي تحت. ايوه تمام كده يا ناس. تمام. طيب نبتدي نكمل بقى. اتفضل. هنقول ان احنا عندنا تاني حاجة بتقول ايه؟ الحاجات من الكنترولينج فاكتورز اللي انا اقدر اتحكم فيها الملي ايه؟ الملي امبير. اوكي؟ ايه هو الملي امبير؟ اللي هو الكارنت او التيار اللي داخل جوه للاكس راي. فبيقول ان انا كل ما زادت الفيلم دينستي امتى بتزيد؟ لما زود الملي امبير. يبقى انا لما كل ما زود الملي امبير كل ما هتزيد الايه الدينستي اوف ذا فيلم. يعني هيظهر بلاك ولا وايت؟ هيظهر دارك. او هيظهر مين؟ بلاك. يبقى الملي امبير زي الكيلو فولتج، كل ما زودتهم كل ما مين؟ كل ما الفيلم عندي ابتدى يظهر اسود. ليه بقى؟ لان كل ما زودت الكيلو فولتج كل ما الانرجي بتاعت الاكس راي هتعلي. هنا بقى لما زود الملي امبير هيبتدي يحصل هيتنج للفيلامنتس، هيبتدي يطلع لي مور الكترونز. اوكي؟ بس طبعا وزين ليميت، يعني انا مش بسخن ايه لدرجه ان انا احرق الفيلامنتس، لا ده انا بسخن وزين ليميت، برفع الملي امبير وزين ليميت، هيبتدي يزود لي مين؟ الفيلم دينستي، والفيلم عندي هيبتدي يحصل ايه؟ هيبان دارك. اوكي؟ دي برضو نفس الحاجات اللي هي الحاجات السوفت او الاير سبيسز او البالبس او المنتال فورمز بتبان ريديوسنس، وعندي الحاجات اللي عندها هاي دينستي وهاي سيكنس بتظهر ايه؟ راديو اوبيك. تمام؟ يبقى الكنترولينج فاكتورز الملي امبير، كل ما زودت الملي امبير كل ما مين؟ كل ما زودت الملي امبير كل ما ابتدى يبقى عندي ايه؟ البرزنتيشن صراحت ليه؟ كل ما يبقى دارك. نعم، كل ما الفيلم بقى ايه؟ دارك. ممتاز. شايفين البرزنتيشن اهي تاني؟ ظهرت؟ ايوه تمام. طيب نبتدي نتكلم بقى عن ايه؟ عن حاجه جديده ايه عندنا، هي اسمها مين؟ اسمها الكونتراست. اوكي؟ يبقى من ضمن الحاجات اللي في الايمج كاركترستيك بتاثر على الفيزابيليتي ان انا شايفه الفيلم حلو واقدر اوصل منه على داتا حلو، اول حاجه قلت عليها هي الكونتراست. ثاني حاجه هي مين؟ هي الاول حاجه قصدي كانت الدنسيتي، ثاني حاجه هنتكلم عن الكونتراست. يبقى الدنسيتي هي الديجري اوف داركنس، هنا بقى الكونتراست هو الديفرنس في الديجريز اوف بلاكنس. اوكي؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي الاختلافات بين الابيض والفاتح. اوكي؟ يبقى انا عندي المفروض ان انا عندي جريد سكيلز او ان انا عندي رينجنج في الكالر من الايه؟ من الاسود الغامق لحد الابيض. اوكي؟ الرينجنج في الكالرز دي بقول عليها مين؟ بقول عليها كونتراست. طيب الفيلم لو انا عندي بقى قلت عليه هاي كونتراست هلاقي ايه؟ هلاقي ان الراديوجراف بتاعي بيبقى فيري دارك، حتت غامقه جدا جدا جدا. وعندي ايه كمان؟ عندي حاجات فيري لايت. يبقى الحاجات اللي هيبقى عندها الفيلم بتاعي اللي اقدر اقول عليه ان هو عنده هاي كونتراست، هقول ان المفروض ان الراديوجراف بتاعي هيبقى عندي الفرق بين الدارك هيظهر فيري دارك والابيض هيظهر ايه؟ فيري لايت. طيب إن لو انا عندي الفيلم بتاعي كان الكونتراست بتاعه كان لو، ايه ليه دكاتره هبقى مش قادره افرق بين الحاجات اللي هي نوت دارك قوي، الحاجات اللي هي وسط اللي هي بتظهر جراي، اوكي، والحاجات اللي هي بيضاء او الحاجات اللي هي غامقه. الفرق في الكالرز دي مش هقدر احدده. يبقى الفرق في الكالر دي الكونتراست. يعني مثلا ايه البنات تعرف اكتر في موضوع الكونتراست ده؟ مثلا الروز ودرجاته، الاحمر ودرجاته، اوكي، يعني الديفرنت ديجريز بتاعته. هنا برضه انا بتكلم في مين؟ بتكلم في بلاك وجراي وايه والدرجات بتاعتهم. تمام كده؟
طيب الكونتراست يعتبر ايه بقى؟ لازم اعرفه ان انا مين، كل ما زادت الشيد اوف جريدز كل ما الكونتراست بتاعي كان مين، كان عالي. من اول الاسود فتحت فتحت فتحت، عدى مراحل كتيره جدا عشان خاطر يوصل للابيض، وكل الاختلافات في الكالرز دي موجوده على الفيلم بتاعي، كل ما الكونتراست بتاعه كان ايه، هاي كونتراست. اوكي طيب هنيجي زي الصوره اللي فاتت دي يا دكاتره. انتوا شايفين هنا، شايفين الحاجات اللي هي لونها ابيض ظاهره قوي قوي قوي، فيري مين فيري لايت، والحاجات اللي هي غامقه غامقه جدا. اوكي وفي عندي كمان مين، عندي ديفرنت ديجري منين، من الجريز. اوكي رمادي بدرجات مختلفه. لكن هنا شايفين الابيض اللي المفروض كان ظاهر المفروض يطلع ابيض، لا ده طالع ايه، لونه رمادي برده. حتى الاسود نفسه المفروض يطلع اسود، لا طالع رمادي برده. يبقى التشيتس هنا او الديجري اللي هي التدرجات بتاعه لون الجري قريبه جدا من بعضها. اوكي لكن هنا طبعا ايه بايه مختلفه عن بعضها. فشايفين، فلو انا بتكلم على الفيلم هقول ان الفيلم اللي الناحيه دي دوت لو كونتراست، واللي الناحيه دي الابيض بتاعه ظاهر ابيض ابيض والاسود غامق جدا، بسميه مين، بسميه هاي كونتراست. طيب نطبق الكلام ده مين على الفيلم اهو يا دكاتره. اوكي طيب بغض النظر عن الايرورز اللي حصل في الفيلم عشان يظهر لي الكونتراست كده، دي هناخدها بالتفصيل في الايرورز. ايه اللي انا اقدر اعمله ان انا ما اطلعش الفيلم عندي بلو كونتراست. اوكي طيب ممكن عندي ادي ولا الفيلم ده اوكي ولا الفيلم ده اوكي، ده الفيلمين الكونتراست بتاعهم وحش جدا. اوكي طيب لكن هنا هو دوت يا دكاتره اقدر افرق ان هو عندي هنا ابيض ابيض وعندي اسود، لكن هنا كله ايه، كله داخل في بعضه وايه، وكله بدر نفس درجات الايه البلاك. يعني حتى المفروض الانامل اللي بان عندي المفروض ان هو يطلع وايت او ريدي اوبيك، ظاهر عندي مين، اسود. وده طبعا مشكله في مين، مشكله في البروسيسنج، يعني هنبتدي نعرفها في الايرورز. طيب هنيجي نتكلم عن اللي انا كنت بكلمكم عليها من شويه، ايه هي السكيل اوف كونتراست او الرينجنج. اوكي ده الرينج اوف ايه، اوف ان ايه، الرينجنج بتاع مين، بتاع الالوان. اوكي ذا رينج اوف يوسفول دنسيتي سين اون ذا دنتال ديجري، لان انا عندي كل اوبجكت دي دنسيتي مختلفه هيديني سكيل من اول الايه الاسود والرمادي لحد ما يوصل للابيض مختلف ايه تمام. فانا عندي الحاجات اللي هيبقى عندها شورت كونتراست تمام، هتبقى مين، هتبقى الارياز اللي موجوده ايه الايه بلاك وايت تمام. طيب الحاجات اللي هيبقى لو كونتراست المفروض ان هيبقى عندي هتديني ايه، ميني شيدز اوف جراي، الجراي درجاته ايه المختلفه. طيب لو انا اتكلمت عن مين، عن الايه الانفلونسنج فاكتورز، ده نفس الكلام. طيب نيجي نبص على الفيلم ده يا دكاتره، الفيلم ده يا دكاتره عنده مين، لو كونتراست. يعني ايه لو كونتراست؟ يعني انا شايفه الدرجات كلها قريبه بين الديفرنس في الداركنس بين الوايت وبين البلاك قريبه جدا من ايه، من بعضها. هنا يا دكاتره مختلفين جدا عن بعضهم، شايفين حتى البال بنفسه مدي هنا واخد هنا لون جراي غير اللون اللي واخده هنا تمام. طيب شايفين شكل البون مختلف اوكي هنا عن هنا تمام، الانامل نفسه تمام. يبقى ده الديفرنس فين، في الداركنس. هنا الابيض والاسود قريبين جدا من بعض، هنا الابيض ظاهر ابيض قوي والاسود اللي هو البون سبيسز او الترابيكولار بونز سبيس تمام. هكلمك اول ما البون سبيسز دي ده كذا غامقه جدا. اوكي يبقى ده لو كونتراست وده هاي كونتراست. طيب الكونتراست دوت بيعتمد على ايه يا دكاتره؟ بيعتمد على سبجكت كونتراست، وبيعتمد على مين، على فيلم كونتراست. انا عندي تو تايبس من الكونتراست بيعتمد عليهم عشان الفيلم يطلع بتاعي حلو والكونتراست بتاعه حلو. بيعتمد على مين، عن حاجات موجوده في الفيلم بقول عليها فيلم كونتراست. الفيلم كونتراست دي حاجات موجوده جوه الايه الفيلم نفسها كومبوننت، وكمان بتتاثر بمين، بالبروسيسنج اوف ذا فيلم تمام. ده الفيلم كونتراست، يبقى دي حاجات موجوده مين، انهيرنت في الفيلم، وبتتاثر بشويه ديجري منين، من البروسيسنج. دي بتاثر لي على الكونتراست بتاع الايه الفيلم. طيب ايه كمان يا دكاتره؟ السبجكت اللي انا بصوره بيأثر على الكونتراست. ليه يا دكاتره؟ لان انا مثلا
عندي السايز بتاعه ايه الاوبجكت نفسه مختلف. اوكي حتى هنعرف دلوقتي ان الايدج بتاعت البيشنتس بيأثر على الايه الكونتراست. ايه كمان يا دكاتره؟ شكل الاكس راي. اوكي اوكي اتنيويشنز بتاعتها او الحاجات الاستراكشرز اللي بتعمل لها ستوب بتبتدي تتاثر لي على الكونتراست. من السلايد دي عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف حاجتين مهمين جدا، ان انا عندي حاجه اسمها فيلم كونتراست وعندي حاجه اسمها سبجكت ايه كونتراست. طيب الفيلم كونتراست دي عباره عن ايه؟ حاجات موجوده جو انهيرنت، موجوده جوه الفيلم وبتتاثر لي شويه مين بالبروسيسنج تكنيك، بطريقه ان انا عامله بيه الطريقه اللي انا عامله بيها بروسيسنج. طيب نيجي نتكلم بقى عن السبجكت كونتراست وده مين وده الاهم بالنسبه لي، الحاجات اللي انا اقدر مين ابتدي ايه البروسيسنج اقدر اتحكم فيه، وحاجات في السبجكت كونتراست اقدر اتحكم فيها وحاجات لا. طيب نيجي نتكلم عن البيشنت كونتراست. دي ايه؟ فيها بيشنت فاكتور، يعني مين او زي اللي احنا اتكلمنا عليها التيشو سيكنس. يبقى التيشو سيكنس ده يا دكاتره هياثر لي على الدنسيتي بتاعت الفيلم وهياثر لي كمان على الكونتراست. اوكي طيب ايه كمان؟ الدنسيتي زي ما انا قلت لكم هناك برضو بتاثر على الايه، على زي ما بتاثر على الدنسيتي بتاثر كمان على مين الكونتراست بتاعت الايه الفيلم. اوكي يا دكاتره ايه كمان؟ الكومبوننت ستراكشرز بتاعه الايه الاوبجكت او تيشوز اللي انا ايه اللي انا بصورها. اوكي زي ما قلت لكم المسلز بتختلف تماما عن مين؟ عن البون. طيب نيجي نتكلم اهو يا دكاتره برضو صورتين مهمين بيبين الحاجات اللي هي بتبقى الرمادي بدرجات قريبه جدا من بعضها بيبقى الفيلم عنده لو كونتراست، وطبعا الحاجات اللي بتظهر دي الديفرنس بين الوايت اختلاف في الوايت عن البلاك بتظهر بايه قول عليها هاي كونتراست. طيب ايه هي الفاكتورز اللي بتاثر على الكونتراست؟ الانفلوينسنج فاكتورز هنا ملي امبير، الفلتريشنز والاناتوميكال ستراكشرز بتاعي اللي انا بصورته. كنترولنج فاكتورز اللي هي مين؟ الكيلو فولتج. نيجي نتكلم عن الايه زي ما انا قلت لكم اهو يا دكاتره زي ما احنا شايفين هنا في الصوره دي اهو، ان انا كل ما كان عندي ديجري من الشادوز اهو من اول الاسود لحد الابيض كل دي ايه دي درجات مختلفه. تمام طيب كل ما كان الفيلم عنده درجات مختلفه كل ما كان الفيلم الكونتراست بتاعه ايه هاي كونتراست. اوكي طيب يبقى انا مثلا المفروض ان انا عند زودت ايه الكيلو فولتج الهاي كيلو فولتج اوكي بقى عندي كميه اكس ريز كبيره جدا فهتبتدي تديني مين؟ هتديني دارك ايمجز. ده لو كانت هي مين؟ لو هي دنسيتي. طب لو هي كونتراست يا دكاتره هيقول لي ايه؟ هيقول لي ان انا عندي شيدز كتيره جدا منين؟ من الجريز. اوكي وكلهم يا دكاتره هم كتير اه بس قريبين جدا من بعض انا مش حاسس بالاختلاف ده. تمام فلو انا عندي مثلا صوره زي كده الكيلو فولتج بتاعي كان مثلا 100 هلاقي ان الديجري بتاع الشيد او السكيل ده بقول عليه الجري سكيل كبير جدا، يعني الاختلافات من اول الاسود لحد الابيض ايه اختلافات بمراحل مختلفه كلها قريبين من بعضها. تمام طيب هل كده هتبقى هاي كونتراست لان هي الجريدز كتيره؟ لا ده انا بقول لك ان الكونتراست ده مين الاختلافات بين الابيض وبين الاسود، فالمفروض ان انا عندي الشيدو جريدنج يبقى ايه قليل، يبقى اللي عندي ال 40 ده يا دكاتره المفروض ان هيطلع عندي مين الفيلم بتاعي عنده هاي كونتراست، في حين ان لما يكون عندي شيدنج كتير جدا كل ما زودت الكيلو فولتج كل ما كان الكونتراست بتاعت الفيلم ايه قليل. طيب هنيجي نتكلم عن ايه؟ يبقى احنا اتكلمنا عن الفيجوال كاركترستيك اللي هي مين؟ دنسيتي وكونتراست. هنيجي نتكلم عن الجيومتريك كاركترستيك. يعني ايه جيومتريك؟ الجيومتريك دي يا دكاتره الدايمنشن بتاعه الاوبجكت. ايه هي الحاجات اللي هتتحكم لي ان الدايمنشنز بتاعتي تبقى زي الدايمنشنز بتاعت ايه الايه السنه اللي موجوده. يبقى علشان ما ايه ما تهوش مني احنا اتكلمنا عن الدنسيتي واتكلمنا عن مين عن الكونتراست، ده سميتهم ايه فيجوال كاركترستيك، حاجات بتاثر لي على الرؤيه بتاعتي ان انا اقدر احصل على مين على دايجنوستيك ايه دايجنوستيك انفورميشنز واقدر اعمل ايه راديوجرافيك ريبورت من الفيلم بتاعي.
لما نيجي نتكلم عن الجيومتريك كاركترستيك هنقول ان الجيومتريك كاركترستيك دي المفروض ان انا عندي ايه يا دكاتره، ان انا عندي برينسيبلز او ان انا عندي حاجات لازم احققها علشان التوز اللي انا مصوراها تطلع زي التوز اللي موجوده الدايمنشنز بتاعتها زي اللي موجوده في الاورال كافيتي. من ضمنها ايه هي البرينسيبلز دي يا دكاتره؟ ان اول حاجه ان الراديشن سورس لازم يبقى سمول اس بوسبل، يعني ايه؟ المكان اللي طالع منه الاكس راي لازم يبقى سمول اس بوسبل. ايه كمان؟ لازم يكون الديستانس بين السورس والتوس لازم تكون لارج. ايه كمان؟ المسافه بين التوس والفيلم لازم تكون سمول. وايه كمان؟ ان التوس اند فيلم لازم يبقوا بارلل تو اتش اذر، وان الاكس راي بيم تبقى بيرمنديكولار عليهم. المفروض ان الحاجات دي معظمها احنا خدناها في الايه في التكنيكس. طيب هل احنا نقدر نحددهم كلهم؟ كلهم لازم يكونوا، كلهم يقدروا يكونوا موجودين في نفس الفيلم في نفس التكنيكس. هيا يا دكاتره ممكن يكون صعب شويه. صعب جدا، لان انا اولا ايه ممكن لو انا اتحكمت في السورس، اوكي، لو انا اتحكمت في الديستانس مش هقدر اتحكم في ان التوس والفيلم يكونوا بارلل مع بعضهم في نفس الجهاز، ولو انا عملت لهم بارلل لبعضهم ممكن ما الاقيش الايه ان التوس فيلم ديستانس ما تبقاش صغيره. يعني مثلا زي هنقول ان احنا واحنا بنستخدم البارلنج تكنيك انا عندي فيلم هولدر بعيد لي مكبر لي المسافه بين مين؟ بين الفيلم والتوس. فالبرنسبلز ده ما اتحققش، ان انا عندي التوس فيلم ديستانس كانت ايه صغير. تمام، يبقى principle number 3 ده ما تحققش. طيب لو انا استخدمت البايسكتنج قللت المسافة لزقت الفيلم في السنة هيبقى انا حققت principles ده. تمام، بس ما حققتش اني principles، principles number 4 ان انا لما السنة والفيلم يبقوا ملازقين في بعض هيبقى الفيلم نفسه مين؟ هيبقى في curvatures مع السنة، لان السنة ايه فيها inclination. اوكي، فما حققتش ان التوس والفيلم يبقوا بارلل تو اتش اذر. تمام كده. طيب لو انا في البارلنج تكنيك خليت فعلا السنترال ريز هتبقى بيرمنديكولار على التوس والفيلم، ده صعب طبعا ان انا احققه فين؟ في البايسكتنج تكنيك. فاهمين يا ولاد؟ فاهمين يا دكتور. ها انتوا معايا ولا ايه؟ مع حضرتك. فاهمين؟ يبقى انا عندي مين؟ انا عندي principles. اوكي، مش لازم principles دي كلها تبقى مع ايه متحققه، بحقق منها يا دكاتره على قد مين؟ على قد مقدر. بس المفروض ايتري ان ده بقول عليهم حاجه اسمها shadow costing ايه principles. تمام، او ايه المفروض ان يبقى معظم الحاجات دي يا دكاتره منين موجوده عندي؟ اول حاجه ان السورس بتاعي اللي طالع منه الاكس راي يبقى صغنن، المسافة بين الإكس راي اللي طالعه لي والتوس كبيرة على قد ما أقدر، المسافة بين التوس والفيلم صغيرة، المسافة بين التوس والفيلم كمان parallel to each other، والريز اللي جياني perpendicular على الاثنين مع بعض. وطبعاً إن الخمسة principles يتحققوا مع بعض، وطبعاً ده إيه مستحيل، بيبقى فيه principles بيغطي على principle. طيب هنيجي نتكلم في الحاجات المفروض اللي هي بتأثر لي على الجيومتري، اللي هي مين؟ اللي هي الشاربنس، اللي هي حاجة اسمها ريزوليوشن، حاجة اسمها ماجنيفيكيشن، وحاجة اسمها ديستورشن. يبقى الكونتراست والدنستي دولت ايه؟ دولت يعتبر فيجوال كاركترستيك، حاجات ليها علاقة بالايه؟ بالفيجن. طيب الشاربنس والريزوليوشن والماجنيفيكيشن والديستورشن ده بقول عليها حاجة اسمها مين؟ جيومتريك كاركترستيك. اوكي، جيومتريك كاركترستيك. طيب هنيجي نتكلم عن اول حاجه، نتكلم عن الشاربنس. الشاربنس يا دكاتره هنقول ان هو هنقوله ديفينيشنز كمان شويه، بس انتوا شايفين قادرين تشوفوا الفرق بين الصوره دي والصوره دي؟ الصوره الاولانيه دي انا شايفاها ان هي ورقه شجر، وورقه الشجر كمان التفاصيل اللي فيها او الخطوط الرفنوعه اللي جوه ورقه الشجر او التقسيمات بتاعتها انا مش شايفاها. في حين ان انتوا شايفين الصوره دي يا دكاتره المفروض ان انا ايه شايفه كل تفصيله، يعني شايفين الفرق بين الصوره دي والصوره دي
والصورة اللي كمان هناك خالص اللي أنا مش شايفة منها أي تفاصيل جواها. أوكي؟ طيب إيه هو definition of sharpness؟ هناخد sharpness مع الـ resolution. الـ sharpness ده يا دكاترة إن أنا أعرف أحدد الـ boundary بتاعة الـ الـ object اللي عندي. أوكي؟ أو أتكلم إيه؟ يبقى إحنا قلنا how will a boundary between the two areas are of differing resolution is a prevail. يعني انا عندي اتنين اوبجكت قريبين جدا في الدنسيتي من بعض، زي مين؟ زي الانامل والدنتين. كل ما الشاربنس بتاعه الفيلم زادت اقدر احدد الايه الباوندري بتاعته، امتى بيخلص الايه الانامل وامتى بيبتدي بعديه ايه الدنتين. تمام كده؟ طيب لو انا ما حصلليش عندي شاربنس هيبقى عندي الايمج بتاعتي يا اما عندها لاك اوف ايمج شاربنس، يا اما هتبقى شارب، يا اما هقول عليها حاجه اسمها بليرد ايمج، صورة مهزوزة. اوكي؟ طيب ايه هو الريزوليوشن بقى يا دكاترة؟ الريزوليوشن how will a radiograph is able to revive the small objectives that are closer together. اوكي؟ يبقى انا once ان انا حددت الباوندريز قلت ان انا كده بقى عندي مين؟ بقى عندي شاربنس للفيلم. كل ما قدرت ان انا احدد الفرق بين الاوبجكتيف اللي هم قريبين جدا من بعض سميته ايه؟ resolution. طيب ايه هي الفاكتورز افكتنج الايه الشاربنس؟ ايه هو هيخلي لي الفيلم اقدر احدد الباوندري بتاعته كويس قوي؟ اول حاجه الفوكال سبوت. كلمه فوكال سبوت دي يا دكاتره كلمه هي نفس كلمه سورس اوف اكس راي، هي كلمه ايه تارجت. اوكي يبقى المكان اللي طالع منه الاكس راي هل اقدر اقول عليه فوكال سبوت، اقدر اقول عليه تارجت، اقدر اقول عليه دكاتره سورس اوف اكس راي. تمام يبقى اول فاكتور بيحدد لي الشاربنس هو مين؟ الفوكال سبوت. طيب ايه كمان؟ الديستنس بتوين الفوكال سبوت والاوبجكت، او الديستنس بتوين السورس اوف اكس راي والاوبجكت. ايه كمان؟ الديستنس بين الاوبجكت والفيلم. اوكي والفيلم كومبوزيشن الكومبوننت اللي متكون منها الفيلم، ولو العيان اتحرك عندي الموفمنت بتاعتي دي هتاثر لي على الشارت. يبقى نقول الفوكال سبوت لازم تبقى ايه يا دكاتره في البرنسبل اللي انا قلت لكم عليها؟ لازم تبقى سمول از بوسيبل، لازم الايه الفوكال سبوت دي يا دكاتره تبقى صغننه على قد ايه ما اقدر. طيب لو هي صغيره هتبتدي لما اجي اسخنها وهي صغيره يا دكاتره هبتدي يحصل لها بيرن اوت، فانا ما ينفعش اصغرها. فاهمين كده؟ يبقى هو ايديال ان هي لازم تبقى صغيره، لازم تبقى سمول، يبقى الفوكال سبوت او السورس اوف اكس راي لازم يبقى صغير. طيب قالوا ان انا لو انا صغرته لما اجي ابتدي اعمله بيرنينج ايه ابتدي اعمله هيتنج، ولو اتسخن زياده عن اللزوم هيتحرق هيحصل له بيرنينج اوت، فطبعا لازم اخلي الفوكال سبوت تكون ايه؟ تكون كبيره. طيب كبيره تمام كده، يبقى انا لازم اخلي الفوكال سبوت تكون كبيره عشان انا لما اجي اسخنها يبتدي تطلع لي كميه من الالكترونز كتيره، دي حاجه. ودي الحاجه الثانيه ان لما انا اسخنها اوفر هيتد ما تتحرقش مني. طيب ازاي احقق البرنسبلز اللي هو بيقول لي ان انا لازم اخلي الفوكال سبوت از سمول از بوسيبل؟ فيها حاجه اسمها برنسبلز ثاني اسمه لاين فوكس برنسبل. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني ان انا عندي ايه؟ عندي وجهين للفوكال سبوت. يعني ببساطه لو انا بصيت على الفوكال سبوت دي من البوزيشن ده هلاقيها المساحه بتاعتها كبيره، هسميها كلها دي على بعضها اسمها اكتوال فوكال سبوت. يبقى انا لو انا فاتحه التيوب وبصيت على التارجت او بقول عليه اللي هو بيطلع لي الالكترونز هلاقي المساحه بتاعته كبيره، اللي هي المساحه دي ايه؟ دي كلها دي بقول عليها مين؟ الاكتوال فوكال سبوت. ودكتور لوبنا وهي بتشرح شرحت لكم الايه الاكتوال فوكال سبوت والابيرنت فوكال سبوت او الايفكت فوكال سبوت. بيقول يبقى انا لو انا بصيت على الايه على الفوكال سبوت فعليا هلاقي ان المسافه دي كلها هي فعلا الفوكال سبوت، بقول عليها اكتوال فوكال سبوت. طيب لو انا بقى بصيت عليها من الكون الحته بس اللي طالعه لي من الكون، يبقى انا لو بصيت من هنا وكان الكون هنا بتاعي هلاقي لا يا دكاتره هتلاقيني ببص على مين؟ على الحته دي بس صغننه من الكون، حجمها اصغر لو انا بصيت عليها منين؟ من الكون.
اللي طلع لي اللي هي بتطلع لي الريز من الكور دي بقول عليها مين؟ بقول عليها effective focal spot. يبقى انا حاولت اصغر الفوكال سبوت على قد ما اقدر. بس ايه يا دكاتره؟ تصغير وهمي. يعني ايه وهمي؟ ان انا خليت الريز تعديني من مسار صغير فعشان كده هي ايه، هي بقت صغيره، لكن هي فعليا الفوكال سبوت ايه كبير. نفهم تاني، نبص هنا. لو انا هي دي فعلا ادي الاكتوال فوكال سبوت اهي اللي هي بين التو لاينز، تمام؟ لو انا بصيت عليها من ايه، من فرونتال فيو، بصيت عليها من الوش كده. طيب لو انا بصيت عليها من خلال الكون هشوف بس الحته الصغننه دي، فانا كده صغرت مين؟ الفوكال سبوت. وبقول عليها الحته اللي هي بين الخط الاصفر دي اللي هي مين؟ الايه، الايفكتيف فوكال سبوت، من اول اللاين الابيض الكبير ده كله. دي مين؟ دي يا دكاتره الايه، الاكتوال فوكال سبوت. حد فاهم الحته دي؟ تمام كده، فاهمين يا دكاتره؟ طيب باختصار انا عايزه اخلي الفوكال سبوت دي صغيره على قد ما اقدر، تمام؟ عشان خاطر تطلع لي مين؟ تطلع لي شارب نسعيه. بس قال يا جماعه لا ده تقريبا من ايه، شبه مستحيل. فانا هعمل تريكه كده، او ان انا هبتدي ايه اخد ايه، اتنين في واحد. يعني احاول اخد البنفيت على قد ما اقدر من ان الفوكال سبوت بتاعتي تبقى كبيره، واقول عليها دي الاكتوال فوكال سبوت، وهخليها تعدي لي من كون هيصغر لي السايز بتاعه الفوكال سبوت، وهقول عليها ان هي دي الايفكتيف فوكال سبوت. بس ده باختصار شديد. فاهمين كده؟ فاهمين يا ولاد؟ تمام يا دكتور. تمام تمام، فاهمين بجد؟ حد عنده اي سؤال في اللي انا بشرحه؟ ها يا ولاد؟ لا تمام. تمام طيب، عندي حاجة اسمها أمبريلا أمبرا والبين أمبرا. دي عبارة عن إيه بقى يا دكاترة؟ بيقول المظلة اللي هي بيبتدي يعمل عليه. يبقى أنا عندي أدي الفوكال سبوت أهي، ومطلعالي الريز عندي، تمام؟ المفروض الجزء نفسه من الفيلم اللي هيحصل له اكسبوجرز وهيبين لي الفيلم حلو جدا بشاربنس حلوة جدا، سميته مين؟ أمبرا. يعني إيه؟ المظلة نفسها. يبقى هي دي الحته اللي واقعه فيها السنترال ريز اللي هي احلى ريز، وايه وطلعت لي احسن كواليتي للايه، للفيلم، او احسن شارفنس. طيب الاطراف الخارجيه بقى حاجه اسمها اللي هي بين. بين يعني ايه؟ يعني حوله. الحاجات اللي هي على الاطراف الخارجيه دي اللي هي وصل لها ريز قليله في الانرجيز بتاعتها او في الكواليتي بتاعتها، ادتني حاجات اصلا، ادتني فيلمز بتاعتي مين؟ ام شارب. يبقى الكل مكان عندي الامبرا دي تبتدي يحصل ايه، من امبريلا ابتدى كل مكان هي الحتت كانت كبيره، كل ما الشاربنس بتاعي كانت ايه، كان كبير. طيب وكل ما كانت المنطقه اللي حوالينها كانت كبيره، كل ما الشاربنس بتاعتي ايه، قل. طيب نشرح تاني ونقول ان انا مثلا عندي اهي، المفروض ان هي دي الاخضر ده الفوكال سبوت، تمام كده؟ طيب المفروض ان هو يبتدي هيودي لي الريز، احسن ري تظهر على مين؟ تظهر هنا في الحته دي. فبقول عليها ان الحته دي على الفيلم هي احسن كواليتي في الاكس ري اللي هي الباوندريز بتاعتها دي، تمام؟ طيب فالشاربنس بتاعها عالي جدا. طيب الحتت بقى اللي على الاطراف اللي وصل لها الاكس راي بكواليتي اقل، الشاربنس بتاعتها ايه، كانت قليل، تمام كده؟ تمام. طيب كل ما زادت اللي هي الامبرا اللي هي في النص، كل ما زاد الشاربنس، وكل ما زادت الام اللي هي البين امبرا اللي هي الحته الرمادي المتظلله دي، كل ما الشاربنس بتاعتي ايه، كان قليل. طيب يبقى احنا قلنا اول فاكتور هو مين؟ هو الفوكال سبوت، وانا قلت السايز بتاعه لازم يبقى صغير، وانا ما اقدرش احقق دوت عشان خاطر هيحصل بيرن اوت لمين؟ بيرن اب للفيلم. فببتدي ابقى ايه، اوصل لازم ان يكون عندي حاجه اسمها افكتيف فوكال سبوت، اصغر الافكتيف فوكال سبوت لان انا مش عارف اصغر الاكتوال فوكال سبوت، تمام كده؟ طيب تاني حاجة عندي اللي هي مين؟ الاوب الايه؟ الفوكال سبوت او السورس او اوبجكت مين؟ ديستنس. فبيقول لي هنا المفروض ان انا
لو انا قللت الفوكال سبوت سايز اهي دي حته ايه حجمها، قلل الفوكال سبوت سايز كل ما مين كل ما الحته اللي فيها الامبرا دي زادت فهيزيد الشارفنس. فيبقى انا كل ما زودت الفوكال سبوت سايز كل ما زاد مين كل ما زاد الشارفنس، سوري كل ما قللت الفوكال سبوت سايز زي ما قلت لكم هو ان الفوكال سبوت از سمول از مين بوسيبل، كل ما زودت اللي هي الحته اللي هي اسود كل ما كان مين الفيلم عندي شارب. طيب تاني فاكتورز بيأثر عندي هي مين بيأثر على الشارفنس غير السايز اوف فوكال سبوت اللي هي مين المسافة بين التارجت او بين السورس وبين التيس ديستنس. طيب قال لي ايه يا دكاترة المفروض هل انا المسافة بين السورس اللي هو فوق دوت وبين السنة اللي هي ابيض دي المسافة دي كل ما زودت المسافة دي كل ما الشاربنس بتاعت الفيلم ايه زاد وكل ما قللت المسافة كل ما الشاربنس قل. طيب اللي بيحدد لي المسافة دي يا دكاترة مين؟ اللينس اوف كون. لو نفتكر ان كل ما استخدمت لونج كون زود لي المسافة بين التارجت او السورس اوف اكس راي وبين الايه وبين الفيلم فزود لي الايه الشورت. يبقى انا كده مع اللونج كون زاد الشورتنس مع الشورت كون ابتدى يبقى عندي ايه ديكريز فين في الشورتنس. فاهمين؟ اه يا دكتور. طيب يبقى انا عندي اول حاجه قللت السايز بتاعت الفوكال سبوت عشان ازود الشورتنس تمام، زودت المسافه بين مين بين التارجت اوكي وبين السنه عشان ازود الايه الشورتنس. يبقى اول اتنين عكس بعض. طيب نيجي نتكلم عن ثالث فاكتورز عندي هي المسافه بين مين بين دي نفس الايه دي نفس الايه دي السلايدز عن اللي فات بتقول لك ان انا لو انا استخدمت لونج كون اللي هو 16 انش اهو تمام هيبتدي عندي الايمج نفسها تظهر فيها ايه تظهر بنفس الدايمنشن وكمان يا دكاتره عندها ايه عندها مور شاربر او انكريس في الشاربنس. ولو انا استخدمت شورت كون وهنعرف ان قدام دلوقتي يا دكاتره اللي عنده الصوت بيعمل كده تقريبا ده جرس الجامعة يا هو اللي عامل صوت معانا كده ايوه. طيب اهو سكت الحمد لله. طيب فهنا بيقول لك ان انا نفس الكلام اللي انا كنت قايلاه من شويه ان انا لو انا استخدمت لونج كون فانا زودت المسافه بين السورس بتاعه الاكس راي وبين الفيلم فالسن هتكون ايه الدايمنشن بتاعتها هناخدها قدام شويه الماجنيفيكيشن بتاعتها قليله يعني تقريبا نفس الايه السايز بتاع التوس ستراكشر والشاربنس بتاعتي اللي هي الجنرال اوتلاين بتاعتها باين. لو انا استخدمت شورت كون اللي هو 8 انش هيقول ان انا عندي كل ما كان الايه السورس اوف اكس راي كان قريب من التارجت ابتدى يبقى عندي مور اكس راي طلع مغطيالي مساحه اكبر فابتدى يبقى عندي الفيلم نفسه هيبقى فيه هنقول شويه ان هيبقى فيه شويه الونجيشن اطول من الاول هنقولها قدام حبه وكمان يا دكاتره هيبقى الشاربنس بتاعه ايه قليل. فكده لو انا بقول ان اللونج كون احسن منين من الشورت كون ليه؟ لان هو زود لي المسافه بين التارجت تو فيلم ديست. نيجي نتكلم عن مين؟ عن ان ديكريز المسافه بين التارجت ايه التارجت فيلم ديستنس هيقلل لي مين؟ هيقلل لي الشاربنس اللي هو ده الشورت كون. طيب لو انا بقى العكس تماما اللي هيحصل هنا ان انا هقلل المسافه بين مين ومين؟ بين السنه وبين الفيلم. قال لك لا ده انا لو قللت المسافه بين السنه وبين الفيلم الشاربنس بتاعي هيزيد. ليه؟ ما انت من شويه بتقول لي ان انا لو قللت المسافة بين ايه بين التارجت وبين الاوبجكت الشاربنس بتاعي ايه لو قللت المسافة الشاربنس بتاعي هيقل. قال ليه بقى؟ لان انا لو انا قللت المسافة المفروض ان انا هيبقى عندي مين هيبقى عندي ديسيبيشنز فين في الاكس ريز على الفيلم اكتر فهتبتدي يبقى عندي تديني تغير لي في الدايمنشنز وهتبوظ لي مين الاوتلاين. لكن انا لما اقرب السن من الفيلم الشاربنس بتاعي مين الشاربنس بتاعي زاد. طيب في فاكتور عندي كمان من الايه الفاكتور ليه زاد هنا الشاربنس لان الايه
لان الريز نفسها المفروض ان انا ادي التارجت اهو وقعت على مين؟ على السنه، والسنه قريبه جدا من الفيلم، المسافه دي هي اللي مين قريبه، فابتدى يحصل اكسبوجرز هنا للايه، ابتدى يحصل ان الامبرا دي او اللي هي الامبريلا اللي انا بقول لكم عليها ابتدت مساحتها تزيد، والحتت اللي مش واقع عليها فيلم سوري مش واقع عليها اكس رايز قليله، فعشان كده الشارب نزلت. ايه يا ولاد حسن اللي بقوله كلام ايه صح؟ يعني يا دكتوره لما يقرب يقل الديستنس ولا ايه؟ اني ديستنس، ما لازم اعرف اني ديستنس، انا عندي اتنين ديستنس، عندي تارجت اوكي؟ عندي تارجت ايه؟ عندي تارجت اوبجكت ديستنس، وعندي فيلم ايه؟ عندي اوبجكت فيلم ديستنس، يبقى انا عندي الديستنس دي بقول عليها ايه؟ target object distance او بين التارجت وبين التوس ستراكشر، المفروض المسافه دي انا عايز ازودها عشان كده بستخدم نونج فور. طب المسافه دي بين السنه بين التيس وبين الايه وبين الفيلم، لا ده انا عايز اقلل المسافه دي على قد ما اقدر. تمام كده؟ تمام. يبقى المسافه دي كبيره بين التارجت وبين الاوبجكت او بين التوس كبيره، والمسافة بين الأوبجكت أو السنة وبين الفيلم صغيرة. الاثنين دولت هيزودوا لي مين؟ هيزودوا لي الشارب. زائد إن أنا عندي فوكال سبوت من الأول صغيرة. في عندي فاكتورز كمان بيأثر على الشارب، نسألك هل أنا بستخدم الفيلم العادي اللي هو البريبيكال فيلم بتاعي اللي هو الكونفنشنال؟ ولا انا بستخدم اكسترا اورال فيلم؟ ان شاء الله يوم الخميس مع دكتور لبنى هنبتدي نتكلم عن الكومبوزيشن بتاعه الاكسترا اورال فيلمز، وهنقول ان احنا في الكومبوننت بتاعه الاكسترا اورال فيلم حطيت ايه كمان، حطيت ماتيريالز او حطيت بارتكل سينستيف لمين، سينستيف لللاين وسينستيف للاكس راي، بتطلع لي ايه يا دكاتره؟ بتطلع لي فلوريسنس بتنور، يبقى انا حاطه حاجات بتنور كمان مع مين، مع ان هي سينستيف للاكس راي اوكي. طيب قالوا لي ان الكريستالز دي يا دكاتره اللي المفروض ان هي بتنور او بتطلع لي فوسفورس لير، لما يبتدي يحصل لها اكسبوجر للاكس راي المفروض ان هي بتيميت لايت. يبقى في الاكسترا اورال فيلم في عندي حاجه اسمها انتنسفاينج سكرين. الانتنسفاينج سكرين دي يا دكاتره عباره عن ايه؟ عباره عن ان هي فيها فوسفورس اي بارتكلز اللي هي مدوره دي، لما تيجي تتعرض للاكس راي هتطلع لي لايت. بيقول يا دكاتره بيقولوا ايه؟ ان اللايت هو اللي بيعمل اكسبوجر للفيلم عكس البريبيكال. مين اللي بيعمل اكسبوجر للبريبيكال فيلم؟ اللايت ولا الاكس راي؟ الاكس راي. الاكس راي. يبقى انا المفروض الفيلم الصغير اللي هو البريبيكال العادي بتاعنا اللي احنا شفناه في السكاشن وشفناه في المحاضرات، لما انا بصوره واعرضه للاكسبوجر للاكس راي بتديني الايمج. لا، قالوا ان الفيلم الاكسترا اورال مختلف تماما عن مين، عن الفيلم ده. الفيلم الايه الاكسترا اورال انا بحط بارتكلز، هي بارتكلز دي بقول عليها فوسفورس كريستال، لما تبتدي تتعرض للاكس راي هي اللي بتطلع لي لايت، اللايت ده يعمل اكسبوجر لمين، للفيلم. طيب قالوا كمان ان اللايت ده يا دكاتره بيبتدي يحصل له مين، يبتدي يحصل له ديسيبيشنز او يبتدي يحصل له ايه سبريد على لارج اريا، فلما يحصل له سبريد على لارج اريا الشاربنس بتاعه الفيلم بيقل. فاهمين كده؟ ايوه تمام. طيب يبقى في الاكسترا اورال فيلم اللي بيعمل اكسبوجر للفيلم هو اللايت، واللايت الكواليتي بتاعه الايمج اللي بتطلع ما فيهاش اي انواع من انواع الايه الديتيلز ولا الاوتلاين خالص. يعني حد يعرف مثلا ان التوز دي ستراكشرز دي الاند بتاعه الروت بتاعتها فين؟ لا، يبقى كده ايه انا مش عارفه احدد الاوتلاين بتاعه الروت، فانا كده عندي ايه ديكريز اوف ايه اوف شارب، ده فاكتور من ضمن الفاكتورز. تمام اهي زي ما انا قلت لكم، هي دكاتره المفروض ان انا عندي السيلفر هايلايت كريستالز دي، المفروض ان انا عندي مين، وعندي كمان يا دكاتره مين كريستالز المفروض ان هي فوسفورس كريستالز، بتطلع لي مين، بتطلع لي مين في الانتنسفاينج سكرين، بتطلع لي لايت، واللايت هو اللي يعمل اكسبوجرز للفيلم. طيب الفيلم العادي بتاعي بقى يا دكاتره المفروض متكون منين؟ متكون من سيلفر هايلايت كريستالز اللي هو البريبيكال بتاعي او الكونفنشنال العادي بتاعي. طيب كل ما انا زودت السايز بتاعه الكريستال دي، كل يا دكاتره
ما السبيد بتاعت الفيلم كانت عالية زي ما انا قلت لكم في الفاكتورز افكتنج السبيد اللي هي مين السيلفر هايلايت كريستال سايز. اوكي فكل ما زودت السايز بتاعت الايه السيلفر هايلايت كريستالز اللي هي اوريدي اصلا سنسيتيف للاكس راي راديشنز كل ما زادت مين كل ما زاد الايه السنسيتيفيتي بتاعت الفيلم بس الديتيلز بتاعتي او الشاربنس قل. عشان كده انا في المحاضره او في الاونلاين اللي فات او في البتاع قلت لكم وانا ولا دكاتره ما بستخدمش الفاست فيلم لان الفاست فيلم هو فعلا الدوز اللي واصله للبيشنتس قليله بس الديتيلز بتاعتي ما تبقاش ايه باينه قوي. اوكي فلان الفاست فيلم عنده ديكريز في الشاربنس يبقى انا كل ما زودت السيلفر هايلايت كريستلز كل ما زودت السبيد بتاعت الفيلم كل ما كان الشاربنس بتاعي كان ايه قليل. طيب ايه كمان يا دكاتره او اخر فاكتورز عندي بيتحكم هو مين البيشنتس ايه البيشنتس موشن لو العيان وانا قاعد ان هو تتحرك طبعا الايه الاوتلاين بتاعه الفيلم او الباوندريز بتاعه كل حاجه عندي طبعا ضاعت فانا مش عارفه اي حاجه خالص مش عارفه حتى افرق بين الروت وبين البون. اوكي يبقى موفمنت بتاعه البيشنتس او البيشنتس موفمنت ادتني حاجه هناخدها في الايرور ان شاء الله اسمها بليرد ايمج. اوكي بليرد ايمج دي اكتر سبب ليها واشهر سبب ليها ان العيان وانا باخد الفيلم ابتدى ايه يتحرك منه. طيب هناخد حاجه تانية في البروجكشن جيومتري اسمها مين اسمها ماجنيفيكيشن. احنا خدنا مين خدنا شاربنس وريزوليوشن والريزوليوشن معتمد مني على الشاربنس يعني دايما يا اما الحاجه فيها شاربنس وريزوليوشن مع بعض يا اما ما فيهاش. طيب تاني حاجة هنتكلم عنها الماجنيفيكيشن. الماجنيفيكيشن دي يا دكاترة ان احنا بالظبط كده كأننا بنبص على حاجة نورمالي وبنبص على حاجة من خلال عدسة مكبرة. تمام طيب فالمفروض ان انا كل ما زاد السايز بتاعي الايمج بتاعتي compared بالاكتوال سايز معنى كده ان الصورة عندي فيها ماجنيفيكيشن ان انا كبرتها عن الحجم بتاعها الطبيعي. طيب اوكي وهنتكلم قدام شويه عن الايه ايه هي الفاكتورز اللي بتاثر بقى على الماجنيفيكيشن. الفاكتورز اللي بتاثر لي على الماجنيفيكيشن هي انكريز السورس اوبجكت ديستانس ان انا اكبر كل ما كبرت المسافه بين السورس اوبجكت ديستانس كل ما انا قللت الماجنيفيكيشن. ده التكنيكس اللي ماشي بيه بارلل ولا البايسكتنج البارلل تكنيك اللي انا ايه مزوده المسافه بين ايه وايه السنه والفيلم. لا انا ماشي ده البارلل انا بتكلم في الحته دي مش بين السنه وبين الفيلم انا بتكلم المسافه بين السورس او بين التارجت اوف اكس راي او بين الفوكال سبوت وبين الاوبجكت ان انا كده استخدمت مين استخدمت اللونج كون اللي انا بستخدمه فين في البارلنج تكنيك. انا هنا مستخدمه مين لونج كون فاهمين يا ولاد فاهمين يا دكتور. طيب بصي يا حبايبي احنا من شويه اتكلمنا عن ان انا لما انا استخدمت لونج كون الشاربنس بتاعي بايه بيبقى حلو بيزيد الشاربنس. اوكي هي نفس الفكره ان زودت الشاربنس وكمان معاها قللت الماجنيفيكيشن يبقى انا لو انا استخدمت لونج كون معنى كده ان انا زودت السورس اوبجكت ديستانس او المسافه بين الاكس راي وبين الاوبجكت. اوكي عملت حاجتين مهمين جدا عملت ان انا زود حلو والاثنين حلوين يبقى انا عملت اثنين حاجات اثنين بنفيتس حاجات حلوه جدا ان انا زودت الشاربنس وكمان قللت الماجنيفيكيشن فالسنه بتاعتي طلعت زي سنه مين السايز بتاعها زي سنه النور. طيب لو انا استخدمت بقى شورت كون قربت المسافه بين التارجت واليمين قربت المسافه بين التارجت اوبجكت ديستانس معنى كده ان انا الماجنيفيكيشن بتاعي مين زاد وده اللي حصل بايه وده اللي في الصوره ان انا مزوده المسافه مصغره المسافه بين التارجت وبين الفيلم قللت المسافه بين ايه بين التارجت في التارجت ايه فيلم الديستانس او التارجت ايه اوبجكت ديستانس قللت المسافه هنا تارجت اوبجكت ديستانس فادتني الفيلم فيها ايه فيها ماجنيفيكيشن وكمان الشاربنس بتاعها وحش فاهمين. طيب لو انا استعملت العكس ان انا استخدمت ايه استخدمت لونج كون هيبقى ان انا عندي زياده في الشاربنس وعندي ديكريز في الماجنيفيكيشن
تمام. طب هنيجي نتكلم عن ايه حاجه تاني فاكتورز عندي بيأثر، هي مين؟ الاوبجكت فيلم ديستنس، المسافه دي بقى. تمام، انا المفروض ان انا قلت المسافه بين التارجت والفيلم تبقى كبيره. كبيره ليه؟ هتزود لي الشاربنس وتقلل الماجنيفيكيشن. طيب المسافه بقى بين الاوبجكت والفيلم، المفروض عشان خاطر لو انا بتكلم على الشاربنس المفروض ان المسافه دي تبقى ايه؟ تبقى صغيره. هنا برضو كمان بيقول ان انا كل ما اقلل المسافه دي كل ما الماجنيفيكيشن بتاعي ايه؟ كل ما الماجنيفيكيشن بتاعي قل. يبقى لما انا ابتدي اقلل الاوبجكت فيلم ديستانس المسافه دي هيقل عندي مين؟ هيقل عندي الماجنيفيكيشن. تمام اهي، كل ما قربت المسافه كل ما قل عندي الماجنيفيكيشن. الناحيه الثانيه اهي، كل ما زودت المسافه ابتدى يبقى عندي ايه؟ السنه اكبر من الحجم الطبيعي. صغرت المسافه بين السنه وبين الفيلم، السنه طلعت ايه؟ شبه النورمال اهي. تمام. طب ايه اللي هو بيقول لي يا دكاتره ان انا كده هيديني ان انا عندي مين؟ الفيلم يا في الونجيشن، السنه اكبر من حجمها الطبيعي، يا اما في ايه؟ شورتنينج. اوكي، وهنقول لكم يا دكاتره ان ده الشورتنينج والالونجيشن في الايرور نتيجه ان انا غيرت الفيرتيكال انجيوليشن، غيرت الايه؟ الانجيوليشن. بس نعرف ان الالونجيشن والشورتنينج دولت يا دكاتره يعتبروا ايه؟ يعتبروا عباره عن ايه؟ نوع من انواع الايه؟ الديستورشنز يعني. طيب هنيجي يبقى احنا كده اتكلمنا عن مين؟ اتكلمنا عن الماجنيفيكيشن. تمام، الفاكتورز اللي بتاثر على الماجنيفيكيشن هي ايه؟ من التارجت للايه؟ من التارجت للاوبجكت. اوكي، وبين الاوبجكت ومين؟ وبين الفيلم. دول الايه؟ الحاجتين المهمين اللي بيأثروا لي على الماجنيفيكيشن. طيب هنيجي نتكلم عن اخر حاجه خالص في الجيومتريك. احنا اتكلمنا عن اول حاجه خالص الشاربنس، ثاني حاجه بتكلم عنها هي الماجنيفيكيشن، ثالث حاجه بتكلم عنها هي الديستورشن. اوكي، يعني ايه يا دكاتره ديستورشنز؟ هي تقريبا ايه؟ يبقى احنا قلنا ماجنيفيكيشن ان هي بيزيد السايز بتاعها، ديستورشن بيتغير السايز عن الاكتوال سايز. هل السايز بس اللي بيتغير؟ قال لك لا، شكلها كمان بتتغير. يبقى الفاريشن في السايز وفاريشن في الشيب بقول عليه ايمج ديستورشن، ان كده انا عندي يعتبر ان الايمج بتاعتي دي بايظه بايظه بايظه. ايه هي الحاجات اللي بتاثر على الشاربنس الديستورشن؟ اللي هي الاوبجكت فيلم الاينمنت. تمام، الاينمنت يعني وانا بحط الاوبجكت مع الفيلم الاينمنت غيرتها، وانا بظبط الاكس راي بيم غيرت الانجيليشن بتاعها، يا اما غير الطريقه اللي بظبط بيها الفيلم يا اما بظبط بيها الانجيليشن، والاثنين بيعتمدوا عليا انا شخصيا. يبقى مين اللي بيعمل ديستورشن؟ انا. يا ظبطت الفيلم حطيت الفيلم غلط، يا ظبطت الكود والانجيوليشن ايه غلط. طيب فلو انا بتكلمت عن الفيلم تيس ريليشن شيب، يا اما احط الفيلم بارلل للايه؟ للسنه، ولازم ده لازم يكون عندي فيلم هولدر وبستخدمه في البارلنج تكنيك، يا اما يكون زي ما قلت لكم كده ان هو لازق في الايه؟ في شويه كيرفتشرز كده، ده بستخدمه في البايسكتنج تكنيك، يا اما افور احط الايه؟ الفيلم بيرمنديكولار على التوس، وده بيبقى موجود عندي في الاوكلوزال ايه؟ فيلم او الاوكلوزال تكنيك. تمام، يبقى الاثنين الفيلم والسنه بارل تو اتش اذر، ده بارلي. اوكي، فيلم ان كونتاكت مع السنه واخد سلايتلي كيرفتشر بتاعه القرش، ده بايسكتنج. اوكي، بيرمنديكولار على الاوكلوزال بلين، الفيلم بيرمنديكولار ده اسمه اوكلوزال ايه؟ اوكلوزال فيلم. تمام، دي الايديا ريليشنز. اي حاجه بعملها في غير الايديا ريليشنز دي هتعمل لي ديستورشنز، هتطلع لي سنه بشكل وسايز مختلفين. طيب الالاينمنت اوف اكس راي بيم، انا بظبط في البيم ايه؟ بظبط حاجتين، بظبط فيرتيكال اللي هو ان الكون بتاعي ابورد وداون وورد، وبظبط كمان يا دكاتره مين؟ هوريزونتال اللي هو ميزيال وايه؟ وديستال. تمام؟ طيب ففي البارلل تكنيك يا دكاتره انا عندي السنترال ري بيرمنديكولار على التوس والفيلم،
تمام. عندي في البايسكتنج يا دكاتره المفروض تكون بيرمنديكولار على البايسكتنج. عندي في الاوكلوزال فيلمز المفروض ان هي بتكون ايه يا دكاتره؟ فين بتكون في المفروض ان انا بيبقى عندي ان انجل في الاوكلوزال، يبقى المفروض الاوكلوزال فيلم وفي البايسكتنج ايه فيلمز بيبقى عندي ايه السنترال ريز عامله انجل مع مين؟ مع الايه؟ مع الفيلم، بس بتكون بيرمنديكولار على البايسكت. الحاجه الوحيده اللي بتبقى بيرمنديكولار على السنه والفيلم هي في الايه؟ في البارلنج تكنيك بس. طيب انا غيرت الفيرتيكال انجيوليشن، غيرت الهوريزونتال انجيوليشن، ابتدى يبقى عندي ديستورشن. طيب هيجي نتكلم عن مين؟ انا قلت لكم اهو دي صوره ثانيه برضو لمين؟ للاوبجكت والايه؟ والفيلم، السنه والفيلم بتاعي. تمام؟ لو انا عندي بستخدم ان انا زودت الفيرتيكال دايمنشنز هيبتدي يبقى عندي مين؟ هيبتدي عندي مين؟ كان انا ببص من فوق وان انا زودت الفيرتيكال دايمنشنز هيبقى عندي شورتنينج. لو انا قللت الفيرتيكال دايمنشنز هيبقى عندي الونجيشن. وهناخدها دي بالتفاصيل فين؟ في الايروس. اوكي؟ طيب هنا اهو يا دكاتره لو انا مصوره مثلا الصوره دي بارلنج تكنيك وانا عندي سنترال ريز اهي بيرمنديكولار على السنه وبيرمنديكولار على الفيلم، انا شفت الثلاثه روتس بتاعه الابر مولر واضحين جدا جدا جدا. طيب في البايسكتنج يا دكاتره انا عندي الريز اهي بيرمنديكولار على البايسكتور. اوكي فابتدى يبقى عندي مين؟ شايفين في شويه شورتنينج في مين؟ في الايه؟ في الروتس. تمام كده. طيب ايه كمان برضو دي صوره ثانيه مختلفه بتقول لك ان الفرق بين البارلنج والبايسكتنج والاوكلوزر فرق الايه؟ الدايركشنز بتاعه الريز. المفروض ان هنا لو هي بيرمنديكولار على الاثنين هتظهر عندي الكونستريكشنز بين الكراون نهايه الكراون وبدايه الروت. كل ما استخدمت بايسكتنج واوكلوزال فيلم ابتدى الحته دي ما يبتديش ايه ما تبانيش قوي، فيبقى عندي ايه؟ ما بيبقاش عندي ديستورشنز، بس دي اصلا حاجه موجوده فين؟ في التكنيكس. عشان كده يا دكاتره ان انا بقول لكم ان البارلنج تكنيك هو ايه؟ اقل ماجنيفيكيشنز واقل ديستورشن ممكن نحصل ايه عليه. طيب هنيجي نتكلم ايه؟ ده برضو نفس الكلام ان انا عندي هنا هوت مين؟ ان انا لو هما بارلل السنترال ريز هتبقى بيرمنديكولار على الاثنين. طيب دي يا دكاتره ديستورشن، بس ايه يا دكاتره؟ جاي منين الديستورشن ده يا دكاتره؟ جاي من برضو من الحركه بتاعت البيشنتس. يبقى البيشنتس ايه؟ هيعمل لي بلورد ايمج وممكن كمان يبتدي يبقى عندي ايه؟ يعمل لي ديستورشن. اوكي؟ وممكن كمان يا دكاتره ان انا في الحته دي ان انا عندي الفيلم يبقى حصل فيه بيندنج فما بقاش الفيلم بارلل لمين؟ للتو ستراكشر. تمام؟ طب الايزابي ديجراف بقى اللي عندي عايزه فيه ايه؟ عايزه السايز بتاعي يبقى نفس السايز بتاعه السنه. لازم كمان يكون عندي شاربنس. اوكي؟ اوكي؟ طيب ايه كمان؟ لازم يبقى عندي جود ديتيلز، يديني تفاصيل في الفيلم. لازم كمان يكون عندي good density and good a contrast. يبقى المفروض الايديال راديوجراف يبقى فيه شاربنس حلو، فيه density كويسه، فيه contrast كويس، الدايمنشنز بتاعتي ما فيهوش اي magnification وما فيهوش اي ايه distortion. يبقى الايم بتاعي ان انا باخد كل الحاجات دي كلها عشان اطلع مين؟ عشان اطلع ايديال راديوجراف. حد عنده اي سؤال؟ يا ولاد تمام يا دكتوره تمام. ها فاهمين كده؟ اه تمام يا دكتور تمام تمام يا دكتور ربنا يستر وتكونوا فاهمين. حد عنده اي سؤال؟ لا شكرا يا دكتور. طيب في بقيه الجزء الثاني من المحاضره هنبتدي ناخد حاجه اسمها لوكاليزيشن تكنيك. اوكي؟ طيب اللوكاليزيشن تكنيك ده مش تكنيك جديد ولا حاجه يا دكاتره. هو مش تكنيك جديد، احنا خدنا البارلنج والبايسكتنج ودول التو تكنيكس انترا اورال. شايفين البرزنتيشن؟ اه يا دكتور اه شايفينه. تمام. الاوبجكت لوكاليزيشن تكنيكس ده يا دكاتره ده مش تكنيك جديد، ده حاجه تكنيكس بعملها مخصوص علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان انا عندي الاكس راي دي بتاعتي تو دايمنشن عشان اجيب البعد الثالث بتاع مين؟ بتاع الاكس راي. فهنقول ايه هو اصلا الديفينيشنز بتاعت اللوكاليزيشن تكنيك او اوبجكت لوكاليزيشن تكنيك. ده تكنيك بستخدمه عشان اعمل ايه؟ لوكيت سنه
فورين بودي في ايه في الجو او اي اوبجكت موجود جوه الجو. طيب الهدف بتاعي منين؟ ليه جه فكره اللوكاليزيشن؟ قال ان انا عندي الدنتال ايمجز او الريجراف اللي عندي ده 2 دايمنشن اوكي لثلاثه دايمنشن اوبجكت، فانا عندي دايمنشن ثالث ايه ناقص. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لو بصيت على الصوره دي، لو انا بصيت على الصوره اللي هي ناحيه الشمال هتبقى دي 2 دايمنشن اوكي، انا شايفاها بالظبط كده. زي احنا بنشوف مين؟ بنشوف البطل واللينجوال بتاعه سوري الميزيال والديستال بتاع السنه، ومين والاوكلوزال بلين والايه والابيتال اوكي. طيب هل الباكولينجوال شايفينه؟ لا ما بنشوفوش الا لما يكون عندي مين 3 دايمنشن اوكي. طيب البعد الثالث بقى يا دكاتره، او مثلا زي كده، يبقى احنا قلنا دي 3 دايمنشن اوكي، لكن هنا انا بص عليها 2 دايمنشن غير لما يكون في عندي الثلاث ابعاد. يعني مثلا دي صوره كمان اهي ال2 دايمنشن، انا عندي الحاجه لينس وليها مين وليها هاي، وده اللي بيظهر لي في الاكس راي، بشوف ميزيو ديستال وايه كمان واوكلوزال ايه ابيكال تمام. لكن فعليا السنه لا عندها ميزيو ديستال وعندها مين وعندها اوكلوزال وابيكال وكمان عندها مين عندها باكو لينجوال، وده اللي انا ما بشوفوش على الاكس راي. يبقى الباكو لينجوال دايمنشن انا ما بقدرش اشوفها على الاكس راي تمام، فلازم اعمل لها تكنيكس او ان انا ابتدي اعمل موديفيكيشن في التكنيك اللي عندي عشان اقدر على قد ما اقدر ايه اشوف، او ان انا دلوقتي بقى عندي السي بي سي تي اللي هي الكوم بي ام سي تي اللي هي بقى تجيب لي الايه ال3 دايمنشن. فيبقى طيب هل احنا كلنا نقدر نجيب مكنه السي بي سي تي؟ طبعا دي حاجه واصله لمعديه اكتر من 5 مليون، فاللي احنا بنستخدمه في عيادتنا هو مين اللي هو اللوكاليزيشن تكنيكس، او ان ايه ابتدي اعمل ايه حاجه من التكنيكس دولت او موديفيكيشن في التكنيك عشان خاطر اجيب البعد الثالث او اشوف المكان الايه او الامباكت توز او الحاجه اللي انا مش لاقيها دي موجوده مكانها فين. طيب يبقى انا قلت الديفينيشن بتاعه ان انا بدور على حاجه بعمل لها لوكاليزيشن عشان بدور على مكانها. طيب لوكاليزيشن لايه؟ لوكاليزيشن لاي حاجه، ممكن تكون الحته اللي انا الحاجه اللي انا اعمل لها عايزه دي لوكاليزيشن، ممكن تكون فارين بوديز وانا شغاله مثلا بخلع ابتدى يبقى عندي مثلا فود ريمينانس كده حته من الروتس دخلت. طيب وجالي وحصل هيلينج وبعدين العيان جالي مين فورين بودي رياكشن. لو بصينا مثلا امباكتد كراينس ودي اكتر حاجه ايه مشهوره، لو انا بعمل اندودونتك تريتمنت وعايزه اشوف الايه الكنالز بعيده عن بعضها وسبرت اوكي. طيب لو انا عندي مثلا سليفر جلاند ستون ان انا عندي كالسيفيكيشن جوه الايه السليفر جلاند، لو انا مثلا عندي سنه اتكسرت مني بروكن انسترومنتس بروكن نيدل، لو انا عندي فراكتشر في الجو عايز اشوفه هو مثلا فين في انهي حته بالظبط، ببتدي اعمل ايه لوكاليزيشن تكنيك. طيب ايه هم اللوكاليزيشن تكنيكس دول؟ قالوا هم تو تكنيكس، حاجه اسمها رايت انجل تكنيك او بقول عليها اوكلوزال رول تكنيك، وعندي حاجه اسمها تيوب شيفت تكنيك. طيب الفرق بينهم ايه ببساطه شديده؟ قال لك ان الرايت انجل تكنيك بقول عليه اوكلوزال تكنيك، معنى كده ان انا بصور ايه بصور فيلمين، الفيلم الاولاني بيبقى فيري ايبيكال، الفيلم الثاني بيبقى اوكلوزال فيلم. طيب ببتدي انا عاملاه ليه؟ عشان ابتدي اعرف ايدنتيفيكيشن لو انا عندي اوبجكت فين في الباكولينجوال ده ايه لوكيشن تمام كده. طيب التيوب شيفت او بيقول عليها سلوب رول او كلارك رول، ده عباره عن ايه؟ ان انا بستخدم فيلمين بس مش بنوعين مختلفين، لا ده انا بغير ايه يا دكاتره؟ بغير الهوريزونتال انجيليشن وبغير الفيرتيكال انجيليشن. طيب يبقى انا قلت لكم اهو ان الرايت انجل تكنيك ان انا باخد تو فيلم، الفيلم الاولاني بيبقى بريبيكال فيلم والفيلم الثاني بيبقى اوكلوزال مين؟ اوكلوزال فيلم. وفي الاوكلوزال فيلم يا دكاتره انا عندي مين؟ عندي ان السنترال ريز بتبقى بيرمنديكولار مين؟ بيرمنديكولار على الدايركشنز اوف بيم فور بير ايبيكال كده. طيب عشان كده سميته رايت ايه؟ رايت انجل. نبص على الصوره عشان نفهم اكتر. لو انا صورت بير ايبيكال فيلم ولقيت ان انا هنا عندي ريديوسنت ليجنز بين التو روتس بتوع البريمور، صورت اوكلوزال فيلم عادي خالص طلع لي ان الريديوسنت ليجنز دوت موجود فين؟ كده مكانه يعتبر فين؟ في سوفت تيشو في الفلور اوف ماوس، يبقى في الحته دي معنى كده ان هو في الفلور اوف ماوس. طيب انا محتاره هل هو فعلا بتوين الروتس ولا فين في الفلور اوف ماوس؟
فبعمل ايه؟ فبعمل رايت انجل تكنيك، بجيب الايه، بجيب الفيلم اهوت وابتدي ايه، وابتدي اصور فيلم تاني ايه بايه اوكلوزال فيلم بس برايت انجل بيرمنديكولر على الانجلز بتاعه الايه البرئم. طب زي ان انا مثلا اهو، او ان انا حاجه تانيه ان انا عندي اوبجكت بقل وعندي اوبجكت مين لينجوال، وانا مش عارفه اني واحد فيهم بقل ولينجوال، هبتدي اشوف ان انا لو انا صورت البرئبيكال فيلمز هيبقى ظهرالي ان الايه التو اوبجكت قريب جنبين ببعض لازقين مع بعض ومغطيين لي مين الروتس بتاعت الفور والفايف. انا كده ولا عارفه ان هم بقل ولا عارفه ان هم مين بقل ومين لينج، فابتديت مين، ابتديت اصور مين اوكلوز الفيلم برايت انجل ان الاكس رايز نفسها تبقى بيرمنديكولر على الاوكلوز الفيلم. طلع لي ايه يا دكاتره؟ طلع لي ان انا الاوبجكت اللي هو بين السنان وبعضها اللي انا مش عارفه او فين التو روتس موجود فين يا دكاتره اللوكيشن بتاعه في البقل بون. فاهمين؟ ما فيش حد بيرد ليه يا ولاد؟ فاهمين كده؟ معاكي يا دكتوره معاكي. يبقى اللوكاليزيشن دوت انا عندي اوبجكت عايز اعرف مكانه فين. عندي تو تكنيكس، يا اما استخدم رايت انجل يا اما استخدم تيوب شيفت. الرايت انجل عندي في الايبيكال فيلم بصوره وبعدين بصور اوكلوز الفيلم، تمام؟ طيب ال ده المين ده الايه يا دكاتره؟ اسمه رايت انجل تكنيك او اوكلوزال تكنيك، لان انا بصور فيلمين، الفيلم الاولاني بيريبيكال والفيلم الثاني اوكلوزال مين اوكلوزال فيلم. طيب ال اهو يا دكاتره، لو انا مثلا عندي امباكتد كناين صورته في البيريبيكال، المفروض ان انا عندي مين ادميزيو ديستال. الامباكتد كناين ده انا ما اعرفش هل هو امباكتد بقلي ولا امباكتد بلاتيني، فبصور اوكلوزال فيلم هلاقي ان الامباكتد كناين يا دكاتره زي ما احنا شايفين اهو هو بالاتالي ايه، بالاتالي امباكت ببساطه شديده. طيب لو انا مثلا سي ان انا ما عنديش الاوكلوزال فيلم ولو مش متوفر، او ان انا اصلا اوريدي ممكن ما اكونش اعرف بكون اعرف اصور اوكلوزال فيلم، هبتدي الجا لحاجه اسمها التيوب شيفت تكنيك، وده التكنيك اللي اسهل من مين، من الرايت انجل تكنيكس. طيب يعني ايه هو التيوب شيفت تكنيك؟ يعني المفروض ان انا عندي التيوب بتاعتي بغير الدايركشن بتاعتها، يا اما بغير الدايركشن يمين وشمال يعني بغيرها ميديال وديستال، يا اما بغيرها فوق وتحت، بمعنى كده ان انا بغير الفيرتيكال ايه دايمنج. هنيجي ببساطه شديده ان انا مثلا انا عندي التيوب. نعم ممكن استاذن من حضرتك اطلع من المحاضره عشان نروح ال سيكشن. عندك سيكشن ولا عندك ايه؟ عندي سيكشن اهو. طيب خلاص شكرا. طيب فالمفروض ان انا لو انا عندي تيوب اهي وببتدي ابص على مين؟ ابص على السيرفيس، الميديال والديستال هيطلعوا عندي، لكن البقل هيجي اوفرلابد على مين؟ على اللينجوال. طيب لو انا حركت التيوب بتاعتي في الجنب شويه وبصيت عليها من الجنب، هلاقي ان ايه البقل طلعني في ناحيه ومختلفه عن الايه اللينج، تمام؟ طيب اعرف منين يا دكاتره الايه الاوبجكت مثلا بتاعي دوت موجود بقل ولا لينجوال؟ هنشوف برضو ان احنا هنا التيوب شيفت بقوا سميه حاجه اسمها سلوب رول. يعني ايه سلوب رول؟ سيم لينجوال اوبوزيت بقل، وهنعرف يعني ايه سيم لينجوال اوبوزيت بقل، ودي هتفضل معانا ان شاء الله لحد ما تبتدي تشتغلوا اندو وتصوروا ايه السنان نفسها، الحاجات اللي هي ليها 3 كانالز وثلاثة روتس والكلام ده كله، هتبتدوا تعملوا التكنيك ده اسمه تيوب شيفت تكنيك. طيب يبقى التيوب شيفت التكنيك دوت بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان انا عندي اثنين بريبيكال فيلمز، بصور مين؟ اثنين بريبيكال فيلم، واشوف هل الاوبجكت بتاعي دوت اتحرك نحالي ناحيه، اتحرك مع نفس الحركه بتاعه اتحرك في نفس الدايركشن، هيبقى الاوبجكت ده قال لي ايه؟ قال لي لا ان هو كده موجود في اللينجوال ايه، في اللينجوال سيرفيس. اتحرك في الاتجاه المعاكس هيبقى موجود فين؟ في البقر. ونشوف مثلا نقول يبقى انا عندي الرولز بتاعتي ايه، لو انا خدت فيلمين الاوبجكت بتاعي اتحرك في نفس الدايركشن هيبقى لينج، اتحرك في الاوبوزيت دايركشن هيبقى بقر. ازاي بقى انا هصور فيلمين؟
عن طريق ان انا بغير يا الهوريزونتال انجليشن يا اما بغير الفيرتيكال انجليشن. طيب هوريزونتال يعني ايه؟ يعني حرك الكون يا منزل يا ديست. الصوره الاولانيه دي اهي بتقول ان انا عندي سي عندي اوبجكت بتاعي، او ان انا مثلا عندي الدايره الصفراء دي موجوده على البكال سيرفيس والمثلث الاحمر ده موجود على اللينجوال سيرفيس. لو انا صورت ان انا المفروض الايديال بتاعي الهوريزونتال زيرو، تبقى سنترال ريز تبقى موجوده فين؟ موجوده ايه بيرم ايه معديه فين؟ دايركت ناحيه الكونتاكت اريا، بيرمنديكولار على الكونتاكت اريا، معديه في الكونتاكت اريا. فهيطلع اي دكاتره فلما اشوف الفيل هيبتدي يحصل فيها اوفرلابنج او سوبر امبوزيشن. التو ستراكشر اللي موجود اللي بقل هيجي ايه فوق الاستراكشر اللي موجود ايه على اللي. طب ايه الحل؟ قال لك ان وده اللي بيحصل في الروتس او في الكنالز بتاعه المولرز. لو انا صورتهم كده كل الكنالز هتطلع ايه فوق بعضها، البقل كنال واللينجوال كنالز هيطلعوا فوق ايه فوق بعضها. طب فايه الحل؟ قال لي ان الحل ان انا اعمل التيوب شيفت ايه تكنيك. ازاي ان انا اغير ايه يا دكاتره؟ اغير الهوريزونتال انجليش، هجيب التيوب واحركها ناحيه الميزير او احركها ناحيه الايه الديست. يبقى اجيب التيوب واحركها سنه سلايتلي ديجري ناحيه الايه الايه الميزير يا ناحيه الديست. فلو انا حركتها ناحيه الديستال هي دكاتره ناحيه الديستال، هلاقي الاوبجكت بتاعي اتحرك في نفس الدايركشنز ولا لا؟ يعني الاصفر دوت اتحرك في نفس الدايركشنز ولا لا؟ اهو هو اوريدي انا حركت التيوب ديست على الفيلم، ظهر لي ايه؟ ظهر لي على الميديا. يبقى كده اوبوزيت ات ذا سيم دايركشن. هاي يا اولاد سيم سيم. هو المفروض ان الاوبجكت انا حركت التيوب هيد ناحيه الديست، بصيت على الفيلم لقيت ان الدايره الصفراء دي هيروح ناحيه الميزيان، هيروح الاوبجكت. يبقى كده اوبوزيت دايركشن ولا هيروح الاوبجكت؟ هيروح الاوبوزيت دايركشن. يبقى دوت الاستراكشر ده موجود على البكال سيرفيس ولا موجود على اللينجوال سيرفيس؟ مع البكال. مع البكال. احنا قلنا سيم لينجوال اوبوزيت بكال. طيب نيجي نتكلم عن المثلث الاحمر. المثلث الاحمر ده انا برده اهو حركت التيوب بتاعتي ناحيه الديست، بصيت على المثلث الاحمر لقيته برضو ناحيه الايه الديست. يبقى سيم سيم دايركشن. هيبقى الاوبجكت بتاعي ميزيال بكل ولا لينجوال؟ لينجوال. لينجوال. طيب حد يقول لي الناحيه دي لو انا عكست، لو انا حركت التيوب بتاعتي اهي ناحيه الميزيال سيرفيس فلقيت الكوره الصفراء دي موجودة ناحية الديستل، هتظهر لي ديستل لأن هي اللي هتبتدي تظهر إيه؟ هتقع عليها الإكس راي في الأول ناحية الديستل سيرفيس، فهتظهر ناحية الديستل. الريز جاية أهي وقعت لي على الأصفر، نزلته لي على الإيه؟ على الديستل سيرفيس. فأنا حركت التيوب ميزيال ولقيت الأوبجكت بتاعي ديستل. كده إيه؟ كده الأوبجكت موجود بكل ولا لينجوال؟ بكل. بكل. وهنا هو العكس حصل مع المثلث. المثلث يا دكاتره موجود ايه؟ انا حركتها ميديا لقيت المثلث ظاهر لي برده ميديا، فاز سيم دايركشن. هو ايه بيقول لي ان كده ان الاستراكشرز بتاعي او الفورين بوديز موجود ايه او الامباكتد تيس موجوده فين؟ موجوده على سيم لينجوا، موجوده على اللينجوال سيرفيس. طيب وده بينفعني يا دكاتره في ان انا اعرف مين، ان انا اعرف الكنالز جواها، الكنال نفسها اوكي، واعرف كمان ايه الكنالز نفسها. انا عندي مثلا ان انا عندي في المولرز في عندي مين، في عندي ايه، عندي بقل كنالز وعندي لينجوال كنال. فالمفروض ان انا ابتدي اعمل مين؟ ابتدي اعمل نفس التكنيكس ده يا دكاتره. اهو بيقول ان انا لو انا عندي مثلا الريز جايالي من هنا عملت لها شويه شيفتنج، عملت لها كده شيفتنج ناحيه مين؟ شيفتنج الناحيه دي اهو، فابتدت اول حاجه خالص تجيني على البكال سيرفيس يظهر البكال روت، وبعدين هيبتدي يظهر اللينجوال مين؟ اللينجوال روت. تمام؟ عكس ان انا كنت صورت الريز والريز نفسها ايه؟ موجوده على الهوريزونتال بتاعي زيرو،
فالمفروض البقل سوبر امبوزد على مين؟ اللينك. او ان انا عملت مين؟ او ان انا هنا عملت ميزيال ايه كده، ان انا عملت ميزيال شيفت كده، ان انا عملت ميزيال شيفت يعني دايركشن لمين؟ التيوب ناحيه الايه. لو انا عملت دايركشن للتيوب ناحيه الديستال هسميه ديستال شيفت، لو انا عملت دايركشن للتيوب ناحيه الميزيال هسميه ميزيال ايه شيفت. في الناحيتين انا بصيت للروتس من الجنب، عملت لهم بعتهم، عملتهمش مين؟ ما عملتهمش سوبر امبوزيشن على مين؟ على بعض، عملت لهم سيبريشن من بعضه. في حين ان انا لو انا صورت عادي بالهوريزونتال زيرو هيبقوا اوفرلابد فوق بعض. طيب هنا برضو دلوقتي البعيد بيبقى بقل والقريب بيبقى لينجول. هو احنا مش بنتكلم على البعيد والقريب، احنا بنتكلم هل هو اتحرك معاك في نفس الدايركشن اللي انت محرك فيه تيوب ولا اتحرك في اتجاه مختلف؟ لو انا في الاكس راي اقدر احدد هو نفس الاتجاه ولا لا؟ لان انا هقولك ان احنا عايزين ان احنا مصورين اتنين اكس راي، اكس راي عاديه نورمال وعارفين الدايركت وعارفين الاوبجكت موجود فين، ومصورين تاني اكس راي بالشيفت وهنشوف هو اتحرك ميزيال ولا ديست، والشيفت بتاعنا احنا عارفينه محركينه ميزيال ولا ديست. تمام اتحرك معايا في نفس الاتجاه هيبقى سيم لينجوال، هيبقى الاوبجكت بتاعي موجود على اللينجوال سيرفس او انا بدأ باللينجوال. اوكي طيب هنا زي الروتس هي دكاتره، انا عندي مين؟ انا عندي الروتس بتاعتي ان انا عملت سلايتلي شيفتنج عشان خاطر اقدر اشوف مين الايه التو ميزيال كانال اللي موجودين فين، اللي موجودين في البقل ايه، في البقل البقل روت. تمام طيب انا كده غيرت في الهوريزونتال، حركت يمين وشمال. طيب هل انا ما اقدرش احرك التيوب نفسها فوق وتحت؟ او اقدر احرك. قال لي ان لو انا صورت الماكسيلاري بريابيكال هتبقى التيوب نفسها فوق والدايركشن بتاعه الريز هتبقى نازله لتحت، ولو انا صورت بريابيكال برضه هتبقى انا بصور بريابيكال بايت وينج قصدي ببوزيتيف 10 هيبقى برضه ان الريز نازله في الايه في الاوبزيت دايركشن، وهكذا المانديبولار ايه بريب. يبقى انا بيقول ان المفروض ان انا الدايركشن بتاعه الفيرتيكال الريز نفسها عكس الدايركشن بتاع مين؟ بتاعه الايه الكون. يبقى الدايركشن اوف راي في اتجاه مختلف عن الدايركشن بتاعه الكون. طيب فبيقول ازاي يا دكاتره هيحصل هنا؟ هو نفس الكلام، لو انا صورت بالايه بان الفيرتيكال انجليشن بتاعتي بالصوره العاديه خالص هتبتدي يبقى ايه، هيبتدي يبقى عندي ان التو اوبجكت اهم اتظهروا لي اوفرلابد على بعض. لو انا زودت الفيرتيكال انجليشن لفوق شويه مثلا، لو انا مثلا سي ان البري مولر مثلا بيتصور على بوزيتيف ايه 25، انا زودت الايه الانجليشن بتاعتي شويه، ابتدى يحصل ان الريز نفسها هتيجي على البقل سيرفيس. اوكي الاول فالحاجه اللي بتبقى موجوده على البقل سيرفيس هتتحرك مين يا دكاتره؟ هتتحرك في الاوبوزيت دايركشن، هتتحرك ايه لور. فاهمين؟ انا رفعت التيوب فوق فالاوبجكت اللي هيتحرك لفوق هو هيبقى لينجوال، سيم لينجوال اتحرك في نفس الاتجاه سيم لينجوال، فهلاقي ان وانا وهي نازله الريز نزلت على اللينجوال سيرفيس الاول فطلعت المثلث فوق، وبعدين تاني ري نزلت على البقل فنزلت لي ايه الدايره تحت. طيب نيجي نطبق الايه الرول اللي احنا قلنا عليه اللي هو اسمه سلوب ايه رول. مين الاوبجكت اللي اتحرك في نفس اتجاه؟ انا رفعت التيوب فوق، مين اللي موجود فوق؟ المثلث. يبقى المثلث اللي موجود فوق موجود على اللينجوال سيرفيس. مين اتحرك في الاوبوزيت دايركشن؟ انا رفعت التيوب فوق بس ظهر على الفيلم تحت، اللي هي الحاجات اللي موجوده على البطل دايركشن. فاهمين كده؟ هاي ولا شوية. مع حضرتك يا دكتور شوية هنعيد الكلام ده تاني. أنا هنا في الفيرتيكال انجليشن معنى كده يا دكاترة إن هي إن أنا عندي كانت التيوب هنا طلعتها فوق أو نزلتها تحت. أنا قلت لكم إن القاعدة بتاعتي إن أنا عندي الحاجات اللي بتتحرك في نفس الاتجاه اللي أنا بحرك فيه التيوب بتبقى موجودة على اللينجوال سيرفيس، الحاجات اللي بتتحرك في الاتجاه المخالف أو المعاكس بتبقى موجودة على البطن. فانا هنا في الصوره الايه نمبر 2 دي حركت التيوب لفوق تمام، الدايره اتحركت لتحت بقت اوبزيت دايركشن اتجاه معاكس،
بقت موجوده على البقل سيرفيس. حركت التيوب لفوق المثلث لسه موجود فوق على الفيل، معنى كده نفس الدايركشن يعني موجود على اللين. هنا عكست حركت التيوب لتحت، تمام. لما حركت التيوب لتحت ابتدى يبقى عندي المثلث معايا نزل ايه لتحت، فبقى كده ذا سيم يبقى لينجوال. اتحرك في نفس الدايركشن يبقى موجود على اللينجوال سيرفيس. حركت انا التيوب لتحت داون وورد، الدايره ظهرت على الفيلم فوق، يبقى ده انا اوبوزيت دايركشن، يبقى الاوبجكت موجود على البقل ولا على اللينجوال؟ بقل. على البقل. حد عنده مشكله كده؟ تمام تمام. هنا برضو اهو يا دكاتره المفروض ان انا مصوره فيلم اهو، وان انا عندي امباكتد مين، عندي امباكتد كناين، ما اعرفش موجود بقل ولا موجود مين ولا موجود لينجوال. اوكي. وهنا هعمل ايه يا دكاتره؟ هبتدي اعمل ايه؟ شيفتنج تكنيك. هبتدي احاول ايه؟ ابتدي اعمل شيفت. طيب هنا ان انا عملت شيفت الناحيه دي، تمام. شيفتنج هنا ناحيه ايه يا دكاتره؟ ها لو انا عملت شيفت الناحيه دي، شيفت الناحيه دي كده ناحيه الايه؟ ناحيه الديستال سيرفيس، فاهمين؟ طيب لو انا نفس، لو انا الاوبجكت بتاعي اتحرك في نفس الدايركشن هيبقى موجود على اللينجوال، اتحرك في بقل دايركشنز هيبقى اوبزيت دايركشن، هيبقى موجود عند الايه؟ البقل. طيب نشوف دي، انا صورت اول ايفيلم اهو ولقيت ان انا عندي موجود هنا فين؟ موجود عند الروتس بتاعه الفايف. صورت فيلم تاني غيرت شيفت او عملت ايه؟ عملت مين؟ هنا اهو ابتديت عملت مين؟ عملت شيفتنج، او ان انا غيرت مين؟ غيرت الانجيليشنز. اوكي. عملت شيفتنج للتيوبس ناحيه ايه؟ حركت التيوب ناحيه ميزيال، ناحيه الايه؟ حركت التيوب ميزيال، فالاكس رايز بتاعتي راحت ناحيه الايه؟ الديست، فاهمين؟ يبقى ده بقل، ده يبقى ايه اهو. فلقيته ان هو اتحرك لي مين؟ بعيد اوبزيت، في الاوبزيت. يبقى كده انا عندي مين؟ بقل، عندي بقل. المفروض ان هو اهو بس اتحرك فين؟ في الاوبزيت دايركشنز، في الاختلاف المعاكس. انا عامله، لو انا سي، لو انا عامله ميزيال شيفت وهو جه، انا كده عامله هنا ايه؟ عامله ديستال شيفت ولا ميزيال شيفت؟ هنا التيوب كانت عندي هنا اهو، تمام، حركتها كده. دكتور مش مفروض سيم دايركشن؟ نعم مش مفروض هي تكون سيم دايركشن لان هي اتحركت ميزيال وانا كنت محركه تكون ميزيال برضو؟ ايوه تمام كده. يبقى انا بشوف نفس الدايركشنز، انا حركت مين؟ انا حركت الكون بتاعي ناحيه الايه؟ الميزيال. هنا هو ده انا محركاه ناحيه البري مولرز، انا محركه ميزيال. اشوف بقى اتحرك بتاعي معايا ميزيال ولا اتحرك ديستال؟ لا اتحرك ديستال اهو، ركزي معايا، اتحرك ديستال، تمام كده يا دكتور؟ مش هو طلع قدام يا دكتور يعني ميزيال، مش الديستال عند المولرز ولا ايه؟ هو كان فين؟ هو كان هنا اهو، تمام تمام. هو عند الفايف ابتدى يتحرك ناحيه الايه؟ بين الفور والفايف، يبقى هو كده اتحرك الاوبجكت ايه؟ ميزيال. ميزيال. يبقى انا عكس الدايركشن بقيت ايه؟ بقل. نفس الدايركشن بقيت ايه؟ بقيت لينجوال. هنا اهو كمان يا دكاتره اهو، ادي نفس الاوبجكت اهو بس اتحرك لي ناحيه الايه؟ الديستال سيرفيس، راح ناحيه المولر. بقى الاوبجكت اللي عندي ده موجود ميزيال ولا ديستال؟ حسب اشوف الشيفت. لو انا عامله شيفت ميزيال وتحرك نفس ناحيه الميزيال هيبقى الاوبجكت عندي لينجوال، عامله شيفت ديستال وتحرك ناحيه الميزيال هيبقى الاوبجكت عندي ايه؟ بق، تمام. فاهمين كده يا اولاد؟ تمام يا دكتور. تمام. في حاجه صعبه في اللي انا شرحته النهارده؟ بنلخبط مع بس مش اكتر. هو صعب شويه، تمام.
محتاج قرايه النهارده ان شاء الله نبتدي نحاول نقرا تاني النهارده من الكتاب باذن الله. ولو في عندكم اي مشكله ان شاء الله او اي سؤال نبتدي يا اما تكتبوا لي على التيم يا اما نشرحه ان شاء الله في المحاضره الاخرى. تمام، عايزين نبتدي نجهز ان شاء الله الامتحان بتاع يوم الاحد الجاي ان شاء الله عليه 10 درجات. نحاول على قد ما نقدر نذاكر وما نوقعش اي حاجه خالص من اللي احنا خدناه. هيبقى ام سي كيو يا دكتور؟ هيبقى ام سي كيو ترو فولز. تمام دكتور، حضرتك الجزء الجديد ده من المحاضره هيتشرح يوم الخميس تاني صح؟ لا، يوم الخميس هنشرح توبك تاني مختلف. تمام يا دكتور. طيب يا دكتور، هو الكويز على كام محاضره؟ ايه هو الكويز يعني ايه على كام محاضره؟ يعني المحاضره اللي حضرتك شرحتيها دي معانا؟ لا، هو الكويز من اول ما بناخد، انا كبالكم على التيمز ان الكويز عندك في